صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى أو الفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا مصطفى وصباح الخير على جميع المشاهدين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. النهاردة في حلقتنا بنتكلم عن صديق الطفولة اللي أنت مفتقد ونفسك ترجع تشوفه مرة تانية. في الحقيقة من فطرة الإنسان الطبيعية جدا جدا واللي ربنا خلقنا بيها إن إحنا بنحب نتعرف على الناس ويبقى عندنا أصدقاء ويبقى عندنا علاقات مختلفة. لو بنتكلم عن أول يوم في المدرسة، أول ما بندخل كده بندخل ندور على يمكن مكان نقعد عليه، وكمان أصحابنا هيبقوا عاملين إزاي، مش بس في المدرسة يعني، حتى جيراننا قرايبنا وإحنا في التمرين وإحنا بنعمل أي حاجة بندور على حد يبقى هو ده رفيق الحياة، رفيق اللي إحنا نحكي معاه كده يومنا حصل فيه إيه، نلعب معاه، يبقى عندنا كواليس كده في حياتنا معاه. وفي الحقيقة الصديق ده أهم حاجة لدى الأطفال بالذات، يعني مهم إن إحنا نغذي عند أطفالنا كده من أول سنهم أو نعومة أظافرهم زي ما بيقولوا إنهم يبقى عندهم أطفال، عشان أول حاجة بينمي المهارات الاجتماعية ليهم وكمان بتلعب دور مهم في تكوين شخصيتهم. أصدقاء حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا، لو قلنا ذكرياتنا معاهم، لو اتكلمنا عن آخر يوم في المدرسة وإحنا كده بناخد الأجازة مبسوطين إن إحنا خلصنا مذاكرة والامتحانات بتاعتنا ورايحين ناكل كده أكلة حلوة في مطعم حلو وبعدها داخلين السينما، الذكريات الحلوة دي كلها، ويمكن كمان كواليس مسرحيات المدرسة وإحنا كده داخلين في أي نشاط من أنشطة المدرسة وفي الكواليس بتاعتها وإحنا قاعدين نعمل مقالب في بعض بنهزر مع بعض، أو إحنا في التمرين لو في حد فيكم كان بيلعب سباحة أو كورة أو الحاجات دي كلها، مواقف كتيرة جدا جدا. لكن للأسف بيقولوا إن الحياة تلاهي، ومع الوقت ومع السنين كل واحد فينا بينشغل بحياته، اللي اتجوز وخلف انشغل مع بيته وعياله، اللي سافر بره، اللي بقى مشغول في شغله طول الوقت. يا ترى انت فين النهارده؟ هل النهارده انت مفتقد تشوف صحابك دول ولا انتوا لسه على تواصل مع بعض؟ خلوني اسال زميلي مصطفى ونعرف منه اخبار اصدقائك من الطفوله. ايه يا مصطفى، لسه معاك اصدقاء لغايه دلوقتي ولا لا؟ طبعا في المراحل الابتدائي واعدادي وثانوي ما زال، وفي طبعا ناس وقعت وناس راحت وناس سافرت. والله أنا بيحضرني صديق لي سافر أمريكا وما انقطعت أخباره تماماً، اسمه أحمد أمين. يا أحمد يا أمين لو سمعني. ده كان ساكن جنبي وكنا أطفال، ومن أكتر الناس اللي فعلاً يعني إيه بحس إن أنا أثرت في شخصيتك. بحس إن أنا مفتقدهم جداً جداً جداً. هو درس طب وراح احترف هناك، ومن ساعتها أخباره انقطعت عننا كلنا، كل حتى ما أسأل حد عنه ما أعرفش هو فين. لكن عموماً الفكرة اللي أنت اتكلمت فيها هي فيها فاليو، فيها قيمة. انت في حد انت مفتقده رغم ان هو ممكن يكون عمل معك موقف واحد بس. يعني ممكن يكون قاعد معك على دكة واحدة في ابتدائي في اعدادي في ثانوي، درسته في كتاب واحد، خرجته مع بعض زي ما قلتي. في شخص اكيد انت مفتقده، حاسس ان هو علم معاك يعني اثر معاك في موقف، وفجأة هذا الشخص اختفى. لن تلاقيه على مواقع التواصل، ولا انت تلاقيه وسط اصحابك، ولا في
اصدقاء مشتركين ما بينكم. هنحاول احنا بقى في صباح الخير يا مصر ان احنا نكون كده ايه الجسر اللي زي ما بيقولوا ايه، ممكن لو نجحنا بس ان احنا يعني نوصل شخص بشخص تاني يبقى احنا اعتقد ان احنا عملنا اللي علينا. عموما الفرصه متاحه لحضراتكم، تقدروا تكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي برنامج صباح الخير يا مصر السيرتيفايد بالعلامه الزرقاء، وخصوصا الفيسبوك، اكتبوا تعليقاتكم، قولوا مين الصديق اللي انتم بالفعل مفتقدينه ونفسكم تشوفوه ووصفوه، لربما يعني نكون احنا سبب في ان احنا نوصل لهذا الصديق. يعني انا بالنسبه لي اصدقاء الطفوله يا مصطفى من اكتر الحاجات اللي فعلا شكلت شخصيتي، لانه كان لينا مواقف لذيذه قوي كتير مع بعض. انا كنت شقيه شويه وانا صغيره، فكان حلو ان انا اصحابي كانوا شبهي، فكنا بنتكلم على مثلا لما بنيجي البيت كده واحنا صغيرين نروح عند بعض في الشتاء بالذات وناكل شوربه بالليل. يعني مامه واحده صاحبتي كانت بتعمل كده، انا عمري ما هنسى، كانت من ألذ الحاجات طبعا. اللي كنا بنقعد نذاكر مع بعض بعد كده نخلص مذاكره ونقعد ناكل شوربه في البلكونه. في حد بقى وقع من دول مفتقدين ومش لاقي؟ للاسف للاسف خلاص كله وقع، كله وقع للاسف، مع ان لينا ذكريات كتيره قوي قوي حلوه، بس في اللي سافر بقى بالزبط. في اللي خلاص يعني ما بقاش في تواصل قوي زي الاول، فيه بس ما اختفوش تماما. إيه؟ في بسنت برضو كمان قولي يمكن تسمعنا لا في ناس كتير، لكن خليني اقولك انه من الحاجات اللذيذه قوي كمان كان اخر يوم في الدراسه، يوم الاجازه ده. طب احكي لنا عنه. يوم الاجازه طبعا هو اللي كان بيجمع كل الصحاب، يعني احنا كنا بنتلم نروح نلعب كوره، ننزل بالعجل نجري، يعني ايام الطفوله طبعا اجمل ايام. وليا أصدقاء جداً من المنطقة بتاعتي، أنا كنت ساكن في مصر الجديدة، فكنا عندنا كان عندنا جناين كده جوه، فكنا بنلعب بقى فيها، كانت مساحة حلوة حرة متاحة لكل الناس يعني. فلا كان في أصدقاء كتير جداً 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 سواء في ابتدائي أو إعدادي وثانوي، وقعوا مني برضو، مش هقول إن هم يعني مكملين، لكن هم فعلاً وقعوا مني. على أي حال احكي لنا عن موقف مع الشخص اللي فعلا انت مفتقده، اللي بيجي على بالك من حين لاخر، اللي من وقت للتاني بتحس ان هو نفسك تقابله تاني. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها في حلقه النهارده. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي مشاهدينا نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو لميا عشان نعرف منها اخر احوال الطرق والشوارع والكباري في القاهره الكبرى. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا بسنت، صباح الخير عليك مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير عليك. خليني اسالك الاول قبل اي حاجه عن صديق الطفوله بالنسبه لك، هم فين لسه؟ في بتتقابلوا ولا لا؟ خليني اقول لك الاول ان العالم كله بيحتفل في يوم 30 يونيو باليوم العالمي لاصدقاء الطفوله، وده لانه حاجه مهمه جدا في حياتنا، الحب الغير مشروط اللي ما فيهوش اي مصالح، حاجه كده بريئه بتبتدي معانا. الحقيقه انا ما كانش ليا حظ قوي ان انا اعمل صداقات من الطفوله، يعني طول عمري كانت صداقاتي بتبقى او علاقاتي بالناس سطحيه قوي، انما طيبه. لكن بالصدفه لما بلاقي حد ببعت لي على الماسنجر او يكلمني من مدرسه او الكليه بتبسط جدا، ودغري بسترجع بقى ايام المدرسه والفسحه، وكنا بنلعب ازاي مع بعض وكنا بنقول ايه مع بعض. بس دي فرصه انك يعني ممكن تلاقي حد ناسياه، عايزه تفتكري حد معين. انا مش ناسيه، بس انا مش شاطره في عمل علاقات قويه ومتينه مع البني ادمين. انما بتبسط قوي، بتبسط قوي ان حد فاكرني وحد بيبعت لي وبيكلمني وبيقول بنشوفك وكده، فبيبقى حاجه حلوه قوي وحاله جميله، بتسترجعي كل الايام بتاعتك القديمه البريئه. صحيح. طيب مشاهدينا دلوقتي تعالوا بسرعه نستعرض قبل ما تنزلوا من بيوتكم على طول على اشغالكم، ونشوف الجوله المروريه اللي هنبص فيها على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي. هنبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر للمتجه لمنطقة رمسيس وغمرة، هنلاقي فيها سيولة مرورية. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه العباسية فهنلاقي كثافات بسيطة إنما غير مؤثرة على الحركة المرورية، لكنها بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك صالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة، وهناك برضو في بعض الكثافات، وبتظهر كمان كثافات مرورية للمتجه لمنطقة بين الجبلين وصولا ل 15 مايو، وده طبعا بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وكثافات مرورية كمان للمتجه لشارع عباس العقاد. ظهرت كمان كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه للأقاليم.
كمان ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. وناخد بالنا أن في تحويلات مرورية بالتزامن مع القيام بتنفيذ أعمال مشروع رصف مسطح كوبري سمير غانم في الاتجاه القادم من مناطق الطريق الدائري اتجاه محور نجيب محفوظ، وده هيكون لحد بكرة بس. نكمل جولتنا في شوارع الجيزة وناخد بالنا أن الطريق الدائري القادم من أكتوبر لسه مغلق كليا في منطقة القوس الغربي المريوطية مع غلق مطلع الدائري من طريق اسكندرية الصحراوي للي قادم من الأسكندرية وفي اتجاه ميدان الرماية، وده ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري والقادم كمان من مدينة السادس من أكتوبر. تم تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري القادم من طريق الواحات، طبعا تم يعني إغلاق أعلى طريق اسكندرية الصحراوي للنزول لنفق حازم حسن ومنه لطريق اسكندرية الصحراوي واستخدام محور 26 يوليو أو محور رود الفرج، وفي برضو الطريق السياحي بديلا عن الطريق الدائري. وناخد بالنا أنه تم غلق كلي لمنزل كوبري أحمد عرابي في اتجاه المؤدي لطريق الدائري ونفق أحمد عرابي، وتم إجراء بعض التحويلات المرورية. وناخد بالنا كمان من غلق ميدان سفنكس، ثم إجراء يعني مجموعة من التحويلات المرورية لتفادي حجم الكثافات، وده طبعا ما أثر على شارع جامعة الدول العربية ومسبب لبعض الكثافات هناك. أما المحور المتجه لكوبري أكتوبر في سيولة مرورية. لو كملنا كمان في شارع الهرم هنلاقي فيه كمان كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وظهرت كمان كثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد منطقة الطلبية، كثافات كمان للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق لحد العشرين. كمان ظهرت كثافات مرورية تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولاً لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتبتدي طبعاً تزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح لمحافظة الأليوبية، القادم من الزراعي بتظهر عليه كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي، وده بسبب زيادة أحمال السيارات في الاتجاه طبعا اللي قادم من الأقاليم وصولا للقاهرة، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط طبعا متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. لكن اللي قادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرج في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة اللي غير مؤثرة بشكل كبير على حركة المرور. أما اللي قادم من منطقة الدلتا ومستخدم طريق شبرا بنها الحر ومتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع يفضل استخدام محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد بشبرا الخيمة. نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد، وبالتحديد في شارع أوجينا هنلاقي هناك سيولة مرورية. لو كملنا ونروح لشارع جمال عبد الناصر بيشهد كثافات مرورية إنما نسبية وبسيطة، هتبتدي تقل أكتر لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو ونروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. ومن طرح البحر هندخل على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية كبيرة مكملة لآخر الشارع. كده خلصت نشرتنا المرورية. خلينا ناخد بالنا كمان انه في شبورة النهاردة الصبح بدري او بالليل متأخر، نراعي التعليمات المرورية علشان نوصل مصالحنا بألف سلامة. نرجع مرة تانية لمصطفى وباسانت نبدأ معاهم فقراتنا النهاردة. شكرا ليك يا لمين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في مجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة ابو رواش بمحافظة الجيزة. اتكلم سيادته في عدد من الموضوعات المهمة وقال إن البنوك المصرية هتغطي الاعتمادات المالية عشان تأمن الإفراج عن البضائع الراكدة في المواني خلال الأيام القادمة، وده علشان يبقى عندنا سيولة في هذا الأمر وعشان نكون أنهينا هذه المشكلة تماما. خلينا نشوف جزء من كلام سيادة الرئيس. يعني احنا كان في نقاش مع وزير البترول من يومين على موضوع السوداش، على موضوع إيهاب السوداش، فقال لي ان واحنا كنا الكلام ده فتحناه قبل كده في مش كده لا لما ساعات لما كانوا بيتكلموا المستثمرين على ان احنا في بعض المنتجات اللي بنطلعها او اللي محتاجين نطلعها اكتر عشان ما نستوردهاش من بره. عشان ايه ما نستوردها؟ طب ليه مش عايزين نستوردها من بره؟ اولا عشان نشغل ناس في مصر، يعني بدل النهارده انا مشتري المنتج ده من بره، طب انا اعمله عندي والناس في العماله تبقى عماله مصريه، وبدل ما انا بدفع دولار عشان اشتريه هشتريه بالجنيه المصري. تمام.
وكل ما انا اطلع منتجات، وانا بقول الكلام ده لينا كلنا، للرجال الاعمال وللمستثمرين وللحكومه وليكم، كل ما هننتج مواد بنجيبها من بره كل ما الضغط على الدولار يقل. الفكره يعني انا بسمع كلام كتير يقول لك ايه، انتوا ارجو ان انتوا تخفضوا من المشاريع القوميه عشان تخففوا العبء على الايه؟ على الدولار. لا يا جماعه لا. وبالمناسبه يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم، يمكن الدكتور مصطفى كان بيكلمني في اول امبارح، معلش يا هبه انا يعني بيكلمني على خطته في، لان احنا كنا قلنا من شهرين ان احنا محتاجين المستلزمات اللي موجوده في المواني تطلع يا دكتور مصطفى. فكان بيعرض عليا من يومين الخطه بتاعت خروج هذه المواد، وانا مش بعلنها للناس، احنا قلنا كلام بس وبننفذه ان شاء الله. فطبعا البنوك المصريه هتغطي المطلوب بالدولار على طول لصالح الاعتمادات ديت في خلال 3 4 ايام. كمان تحدث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جهود الدولة في الحفاظ على الأسعار، وقال إن الدولة حريصة على إن الأسعار ما تزيدش ولا تحمل المواطنين المزيد من الأعباء، وقال كمان إنه لن يتم تسعير الكهرباء والمشتقات البترولية بالسعر العالمي عشان ما ترفعش الأسعار بشكل كبير. نرجع تاني لموضوع المصانع، إحنا بنتكلم هنا على صناعات محددة، الصناعات دي بقول تاني زي ما يعني مش عايز أكرر الكلام اللي اتقال، ان هي ما عندناش طرف او يعني ان احنا نخاطر بيها، ما نقدرش نخاطر بيها، مش بس عشان بتستورد من بره، لا، انت النهارده عندك استقرار في انتاجها هنا، انت ما عندكش مشكله، لا انت خايف انها تخش مواني او المصانع اللي موجوده بره يحصل ازمه ما تجيلكش الحاجه، لا انت ما عندكش المشكله دي خالص. عشان كده بقول للدكتور ايهاب، فوق اكسيد الهيدروجين انت بتتكلم في 50%. أيوة. انا مش بتكلم بس على ثمن المواد ديت كدولار، لا انا بتكلم كان هي استقرار في الصناعه هنا، لان احنا حتى يعني التكاليف بتاعتنا ما بتت يعني ما احنا ما جينا نتعامل مع الموردين دلوقتي في مجال المصانع الجديده، فوجئنا ان الارقام بقت مختلفه فوق، مش مختلفه يعني الناس كلها مش كده ولا صحيح. صحيح. وبالتالي النهارده المصنع ده او بتاع فوق اكسيد الهيدروجين احنا محتاجين نتحرك عشان الفجوه ما تبقاش 50%. تمام، الفجوه ما تبقاش، ان شاء الله نحاول يا فندم يكون جاهز مع مصنع الكلور باذن الله، يبقى في 2014 ابريل يعني باذن الله، يبقى كويس قوي ان شاء الله. نيجي بقى على مصنع الاسمده الازوتيه ده، وانا عايز اقول لكم ان احنا مصر ان شاء الله بالمجمع ده بافتتاحه ان شاء الله، كان المفروض يبقى في شهر 12، كان المفروض المصنع ده مش كده يا وليد؟ كان المفروض يبقى في شهر 12 نفتتح الست مصانع بتوع السخنه، ولكن يعني نتيجه الظروف يعني الدوليه والكلام ده اتاخرت شويه، لكن ان شاء الله في شهر 2 3 نكون بنفتتحه، وده هيدخل حوالي 700,000 طن ولا كام؟ 720,000 طن. 700، انا بحفظ تمام. 700,000 طن اسمده ازوتيه. تمام. يجابه التطور اللي احنا بنعمله، احنا بنتكلم على 2 3 مليون فدان خلال سنتين، ولا انا بقول يا وليد كلام دكتور مصطفى؟ فانا النهارده لما بقول كده يبقى انا لو انا بطلع الاسمده اللي تكفيني واللي اصدر منها، انتوا شايفين كويس قوي ان موضوع، وبرضو بقولها لاخواننا المزارعين، يا جماعه احنا النهارده لو الاسعار بتاعت الغاز اللي داخل في صناعه الاسمده بيتسعر بالارقام العالميه، الثمن هيبقى غير كده خالص. بس الكلام ده احنا حريصين على ان احنا نعمل استقرار في مدخلات الزراعه، وبالتالي الاسعار ما زادتش بالقيمه لو النهارده لو وزير البترول قال لي يا فندم انا مش هقدر ادي المصانع الاسمده، كل الاسمده حتى بتاعت القطاع الخاص، اي حد يعني مش هقدر اديله بالثمن اللي هو بياخده بيه دلوقتي. انا عايز ازود الرقم ده ضعف او اتنين او ثلاثة، انا بقول كلام معقول؟ مش طب ضعفين، طب انا النهارده ضعفين مين يستحمل ده؟ يبقى الطن ابو 6,000 ولا يبقى ب 12 ب 18، مين هيستحمله؟ ومش بس كده، طب ما المزارع لما هياخده بسعر عالي هيعمل ايه؟ هيعلي المنتجات.
يبقى المواطن يلاقي حاجته بكام يا دكتور مصطفى؟ بأسعار غالية جدا. فاحنا بنحاول مع بعضنا، وانا بقول الكلام ده لينا كلنا وللمثقفين والإعلاميين والمفكرين والمتابعين، كل كلمة بقولها لكم ممكن تبقى عنوان كبير قوي تتكلموا فيه. انتوا فاهمين يعني ايه ان انا النهارده المنتجات الزراعيه ديت او المواد الغذائيه بتاعت الناس تزيد ثمنها مرتين ثلاثه؟ هو مين يستحمل ده؟ مين يستحمل ده؟ بس خلي برضو بالكم وان البلد الى حد ما كيف هتقدر تجابه الاستمرار الحاله ديت لسنه ولا اتنين جايين ما مش عارفين هتخلص امتى، وهي ماسكه بتعمل بتحافظ ما امكن على الاسعار ما تزيدش، بتحافظ ما امكن على الاسعار ما تزيدش. انا بقول الكلام ده للمصريين كلهم ان انتوا لازم تكونوا عارفين، اوعوا تكونوا فاكرين ان انتوا احنا مش حاسين كبني ادمين وكمسؤولين ان الاسعار حمل على الناس. بس والله ما في اكتر من كده نقدر نعمل. يعني كل يعني بقى شرحت حاجه واحده بس في موضوع واحد. لو كلمت على الكهرباء هتلاقي نفس الكلام. لو والله النهارده الدكتور شاكر حب يسعر الكهرباء هو والشركه والبترول بالتكلفه الحقيقيه، والله انا مش بتكلم على اللي احنا بندعمهم، الكلام ده انا قلته قبل كده، انا بتكلم على حتى اللي احنا كنا وصلنا ان احنا حررنا السعر بتاع الكهرباء بالنسبه لهم اللي هي الشرائح الكبيره قوي اللي هي اعلى نسبه استهلاك. لا قدرنا نعمل كده مع المصانع ولا قدرنا نعمل كده مع المواطنين. بس انت بتعمل ده كله منين؟ ما محدش بيجيب حاجه من جيبه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ مش من جيبنا يعني، لكن ده من قدره البلد. فانا بقول الكلام ده عشان كلنا نتكاتف، لان الاحظ ان بعض الناس يعني يقول لك ده فرصه ان احنا نعلي الاسعار شويه نكسب، نقول ما فيش دولار ما فيش. ده بالعكس، ده الوقت ده هو الوقت اللي احنا فيه يعني يبرز فيه ان احنا حرصنا على الناس وان احنا ما نغليش الحاجه على الناس. احنا بنتكلم في اكل وشرب، بنتكلم في اكل وشرب. سيادة الرئيس ايضا اتكلم عن الصندوق الاستثماري الخاص بهيئه قناه السويس، قال ان هذا الصندوق سيساعد الهيئه في تمويل مشروعاتها من خلال عائدات قناه السويس، وقال ان الصندوق مراقب ايضا من أجهزة الدولة الرقابية. ده أنا هخلي الكلام ده خطر أقوله ولا لا؟ بجد والله بجد بكلم بجد. قلت له ده أنا هخلي اللي يوافق لجنة برئاسة قاضي وتروح لها النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة إلى القاضي ده في اللي هيدي تصريح سلامة التحاليل، مش كده؟ حصل. طب حد يقول له انت بتعقدها بقى ولا ايه؟ لا 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 والله، ده انا بطمن الام والاب اللي هم عندهم ابناء، خلي بالك وانت داخل على ده، احنا بنعمل اجراءات، الاجراءات دي الهدف منها، هو انتوا فاكرين الجواز ده حاجه بسيطه؟ ده اغلظ ميثاق. اغلظ ايه؟ اغلظ ميثاق بين الراجل وبين ففي قاضي، والقاضي ده معاه دكاتره مستشار من عندكم يا دكتور خالد، بيشوف الفحوصات ديت وبيؤكد وبيدي الاذن للمأذون انه يعمل ايه؟ يوثق انه يعمل العقد، لانه الاثنين هيبقوا شافوا بالظبط، مش كده يا دكتور ولا انا؟ هيبقوا شافوا بالظبط الموقف وطمنوا وقبلوا بالنتائج ديت ويتعمل العقد على كده. حد كتير يقولوا انت بتعمل ده مش خايف ان الناس تلجا لاسلوب اخر؟ اقول والله احنا انا امام الله بشرح وباكد وبتكلم، وبعدين بنحاول نعمل مسار، هذا المسار يؤكد السلامه، لان هو بيقول كان يعني اللي قاعد هناك ده الدكتور سعد الهلالي ولا مش موجود معانا؟ كان بيقول من 1400 سنه يعني سلامه
سلامة ال يعني الزوجين. طب ده كان اللي موجود ساعتها كان المتاح من معرفة، كان موجود ايه؟ متاح من معرفة. طب المعرفة ايه؟ اتغيرت واتطورت، بقى عندي فرصة اشوف اكتر، لدرجة ان اقدر اقول ان الانجاب ده فرص لا قدر الله ان يحصل فيه خلل او عيب نسبتها كده. طب لو الطب عمل لي ده وانا كدولة ما خدتش بيه، ظلمت ولا ما ظلمتش؟ ظلمت حالة الزواج. ظلمت ايه؟ حالة الزواج. يعني ففي كلام كتير وناقشوا فيه، واللي هتتفقوا عليه هيبقى هو ده اللي احنا هنتفضلوا. استريح، اتفضلوا استريح. معلش يا ايهاب خدتك في حته تانية خالص، بس احنا بنستفيد من الاوقات دي ان احنا نتكلم مع الناس ونقول لهم ونشرح لهم الحكايه. يبقى نعمل بقى لقناه السويس صندوق ولا لا؟ بالمناسبه الصناديق دي كلها ما حدش يقدر يصرف جنيه الا ما يقول لي، وانتم متعرفين الشاف الفلوس عامل ازاي. يا نهار ابيض، كل يوم ما فيش عندي حاجه. الفقير ما عندوش غير انه يخلي باله. الفقير ايه؟ ما عندوش غير انه يخلي باله من كل مليم. خلونا دلوقتي نروح مره تانية لزميلتنا لميا عشان نعرف منها جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. لميا مره تانية قولي لنا بقى الطقس ايه الاخبار؟ اولا شكرا ليك يا بسنت. الجو يعني خلاص احنا في الشتاء، فطبيعي ان درجات الحراره تقل، لكن المطر خلاص قل كتير قوي عن امبارح واول امبارح. فخلينا نعرف تفاصيل الطقس النهارده مشاهدينا. الطقس النهارده هيكون مائل البروده الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وفي كمان شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء شمال الصعيد. في كمان فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 20 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 24 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 15 درجة. وهنتابع مع حضرتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. بنصب على عرقكم مرة تانية. امبارح كان في أخبار وأحداث كتيرة جدا، كمنها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من أجل متابعة توفر السلع في الأسواق بأسعار مناسبة وخصوصا السلع الاستراتيجية. كمان تابع رئيس الوزراء أيضا المشروعات الخاصة بقطاع الموارد المائية والري. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات اللي بتنفذها وزارة الري. وأكد رئيس الوزراء أهمية أن تكون هناك خطة تنفيذية متكاملة لتشغيل الأبار الجوفية بالطاقة الشمسية خلال الفترة القادمة، وده بهدف تخفيض فاتورة الدعم اللي بيتم تحملها من خلال ميزانية الدولة. امبارح برضه الدكتور مصطفى مدبولي تابع موقف توافر السلع في الأسواق، وقال رئيس الوزراء إن الحكومة مهتمة بالمتابعة الدائمة لهذا الملف في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليل جديد تحت عنوان ثالوث الجائحة والتضخم والتشديد النقدي وتداعياته على الأعمال، وقال إن العالم شهد على مدار السنوات الثلاثة الماضية أزمات اقتصادية متلاحقة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. وأكد إن وفقاً لتقرير التجارة والتنمية الصادر على الأونكتاد في أكتوبر الماضي، خسر الاقتصاد العالمي أكثر من 17 تريليون دولار منذ بدء تفشي فيروس كوفيد-19، أي ما يعادل نحو 20% من الناتج الإجمالي العالمي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة وممثلي وزارة الخارجية، وده بيأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط اللي تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج.
وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها إنشاء منظومة الباركود لتلقي الشكاوى الحكومية في الوادي الجديد، وافتتاح مركزي الشباب ومدرسة بمركز الصنطة في الغربية، والانتهاء من تبطين 112 ترعة في سوهاج، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت أخبار وأحداث كتيرة امبارح، البداية من الإسكندرية اللي أعلنت فيها مديرية القوى العاملة تعيين 5214 شاب، منهم 145 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري. في الوادي الجديد أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم إنشاء منظومة الباركود أو كيو آر كود بهدف تلقي الشكاوى الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحي، وده انطلاقاً من حرص الدولة على تيسير حصول المواطنين على خدمتهم وتذليل المشاكل اللي بتعيق حصولهم عليها. في المنيا أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمحافظة إن موسم تسلم محصول قصب السكر من كل المناطق الزراعية هيبدأ يوم 5 يناير 2023. في الغربية افتتح المحافظ الدكتور طارق رحمي ملعب خماسي بمركز شباب الصنطة وملعب بمركز شباب إشناوة، وده بعد انتهاء أعمال إحلال وتجديد بتكلفة 1,200,000 جنيه، وكمان تم افتتاح مدرسة كفر حواي للتعليم الأساسي والمقامة على مساحة 1,203 متر بتكلفة 5.5 مليون جنيه. في شمال سيناء أعلن المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة مشروع مصنع طوب آلي في المنطقة الصناعية ببئر العبد، واللي هيقام على مساحة 4,113 متر مربع بقطاع مواد البناء. في سوهاج تم الانتهاء من تبطين 112 ترعة بطول 442 كيلومتر وبنسبة تنفيذ أطوال 77.8% من إجمالي أطوال الترعة المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، وده ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بهدف ترشيد الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الري. في جنوب سيناء افتتح المحافظ اللواء خالد فودة عدد من المحال التجارية بالممشى السياحي بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ، وده في إطار تنويع المنتجات وملائمتها لمختلف الزوار والجنسيات الوافدة لشرم الشيخ، وكمان تشجيع المستثمرين والعاملين في المجال السياحي. في بورسعيد انتهت مديرية التموين من تدريب الدفعة الأولى من موظفي المديرية على لغة الإشارة للتعامل مع الصم والبكم من المواطنين المترددين عليها، وده للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. سؤال حلقتنا زي ما عرضنا لحضراتكم، مين هو صديق الطفولة اللي انت بالفعل مفتقده ونفسك تشوفه؟ لو نجح برنامجنا صباح الخير يا مصر في ان هو يقرب اتنين ما شافوش بعض من زمان، يبقى اعتقد ده هيبقى انجاز كبير جدا. مصطفى حربي قال ان كان ليا صديقة ايام الطفولة، كنا لازم نتقابل نفتكر كل حاجة واحنا صغيرين، نضحك من قلبنا فعلا. بيقول ان اسمه رضا علاء، وبيقول له كل سنة وانت طيب يا عم رضا. كل سنة وانت طيب يا رضا يعني، وياريت تبقوا لسه على تواصل. على تواصل. في كمان أحمد فراج بيقول صباح الخير والسعادة، بنصبح عليك يا أحمد، والله كانت أحلى أيام، هي أيام الطفولة، أنا كان ليا صديق عمري بس حاليا مسافر ونفسي أشوفه، صديق لي ذكريات جميلة معاه، نفسي الأيام دي ترجع تاني، تحياتي ليكم، تحياتنا ليكم، يا رب الأيام دي ترجع تاني وينزل أجازة وتعيدوا كده الذكريات مع بعض. عبد الله عبد المؤمن جاب الله بيقول صباح الفل عليكم، الأصدقاء كتير والمواقف كتيرة، لكن حبيبي الله يرحمه الدكتور سعيد جبالله كان زي ظلي لا يفارقني ليلا أو نهارا، ربنا يغفر له. في المواقف أنه كان ليه عدد من المواقف أنه كان يتمنى أنه هو يحج ويموت بعد كده، لأنه أدى فريضة الحج فعلا سنة 93، وأثناء العودة سبحان الله توفي إثر حادث أليم الله يرحمه. الله يرحمه. والحقنا به إن شاء الله. قصة قصيرة ولكنها فيها عبر كتير يعني جدا. لكن يعني أحسن حاجة يعني الراجل حج بعد كده ربنا، وهو طلبها. أيوة حقيقي. رحمة الله عليه. علي غباشي كمان بيقول بنصبح عليكم، صبح عليك علي، صديق الطفولة بالنسبة لي مختلف لأنه توأمي أخي في رحلتنا اللي في الحياة من الصغر إلى الدراسة،
يوم بيوم في مدرسة واحدة بل فصل واحد، ونادرا ما كان حد بيشوف واحد مننا لوحده، حتى في الجيرة في السكن لما كبرنا كل واحد منا اتجوز وعندنا أولاد لكن هم أصدقاء بنستعيد لهم الذكريات. يمكن دي من العلاقات الجميلة كده، عارف لو من هم في المدرسة مع بعض وجيران وأولادهم دلوقتي صحاب، حلوة العلاقة دي قوي، ربنا يحفظكم يا رب. محمود سلمان بيقول صباح الفل عليكم، صديقي ناصر عبد العال من 25 سنة فجأة اشتغل وسكن في العاشر من رمضان وما نعرفلوش أي عنوان، ياريت يكون سمعنا. صاحبك محمود عبد الونيس، هو كاتب محمود سلمان وكاتب الإمضاء محمود، يعني اسمه محمود عبد الونيس سلمان ينادي ناصر عبد العال اللي ساكن في العاشر من رمضان. في كمان أحمد سعد قلاجة بيقول صباح الخير عليك يا أحمد، بالفعل كان ليا أجمل وأحلى أصدقاء أيام الطفولة، كنا بنلعب وبنضحك وبنهزر مع بعض، كانت أيام جميلة جدا وما زلنا متواصلين مع بعض لغاية دلوقتي، اللي بقى مهندس واللي دكتور واللي إعلامي واللي مدرس، وأحب أقول لهم كلهم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العام الميلادي الجديد، كل سنة وحضراتكم بألف خير. دكتورة كوكب أحمد رضوان بتقول صباح الفل عليكم، عزة سلمان هي صديقة طفولتي ما زالت صديقتي للآن رغم بعد المسافات، فهي تقطن القاهرة وأنا أقطن في سوهاج، ولكن الموبايل بيقرب المسافات بيننا وبقول لها صباحك سكر يا دكتورة عزة. دكتورة كوكب بتقول لك صباحك سكر. في كمان السيد محمد بقى اتكلم في حاجة تانية دلوقتي، خاله اللي سافر تركيا بقاله سنين وما شافوش وحش وعايز يشوف بينا ده بيعمل له نداء. قول لنا طب صحابك مين؟ احنا مستنيين. ويقول يعني في تعليقات كتيرة الحقيقة على سؤال الحلقة النهاردة، احنا بنفكر حضراتكم بيه مرة تانية، صديق الطفولة اللي مفتقده ونفسك تشوفه بعد سنين، يعني احكي لنا عن موقف معاه، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها النهاردة ان شاء الله خلال حلقتنا. وكده دلوقتي خلونا نروح لفصل سريع ونرجع تاني نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل البرودة الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيكي، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده واخبار الامطار ايه النهارده، يعني علشان يمكن امبارح هديت شويه اكتر من اول امبارح. بالفعل يمكن بالامس الامطار كانت اقل من يوم الحد، وكمان اليوم الامطار هتبدا تتلاشى تماما من على اغلب المناطق اللي موجوده في الجمهوريه، بسبب طبعا تأثرنا بوجود امتداد مرتفع في طبقات الجو العليا، هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار وانحصار فرص سقوط أمطار فقط في سواحلنا الشمالية الشرقية عند طبعا دمياط بورسعيد رفح العريش بعض المناطق من شمال سيناء، فرص سقوط أمطار خفيفة جدا على فترات متقطعة من اليوم، لكن باقي مناطق الجمهورية هتتلاشى تماما من عليها فرص سقوط الأمطار، وزي ما قلت هنلاحظ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس واستقرار في الأحوال الجوية. لكن طبعا نتيجة توافر عوامل الرطوبة بعد سقوط الأمطار خلال الأيام الماضية وهدوء في سرعات الرياح خلال فترات الصباح ووجود المرتفع الجوي، هتكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير، ويمكن بتتكون في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية ملحوظ. دايما بنحذر من الشبورة في فصل الشتاء لأنها بدأت بتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، يعني بتعمل انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية. بالإضافة كمان مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار هنحس بالأجواء اللطيفة تماما على أغلب المناطق اللي موجودة في السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، أجواء معتدلة ودافية على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.
لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل وأي أوقات بيبقى ما فيش فيها أشعة شمس بنحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة. يمكن ساعات الليل المتأخرة درجات الحرارة تنخفض والصغرى بتوصل ل 12 و13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. الأجواء بقت أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية. استمرار انخفاض درجات الحرارة ده هيكمل معانا لنهاية الأسبوع بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله. متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ما بين 19 و20 درجة مئوية، خلال فترات الليل هتوصل ل 12 درجة مئوية خلال فترة الليل. فإحنا مهم نقول لكل السادة المشاهدين عاوزين نحافظ على ارتداء ملابس شتوية فترة النهار وفترة الليل. فترات الليل كمان تكون ملابس شتوية ثقيلة لأن هنحس بالبرودة أكتر خلال فترات الليل. مهم كمان إن إحنا طبعا تبقى القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق لأن في شبورة مائية بتتكون في الصباح الباكر مع تكونها الساعات المتأخرة من الليل وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس. بالإضافة كمان مهم جدا نتابع النشرات الجوية عشان دايما نعرف الحالة الجوية إيه ونبدأ نتعامل مع أي ظروف جوية مختلفة. مشكورك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا بسرعة نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأ بالقاهرة اللي العظمى فيها 20 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 21-14، اسكندرية 20-14، العالمين الجديدة 19-14، مطروح 20-16، دمياط 21-14، بورسعيد 19-14، الإسماعيلية 21-14، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 14، العريش 19-12، كاترين 15-4، طابة 16-12، حلايب 21-14، شلاتين 24-15، شرم الشيخ 20-14، الغردقة 21-13، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 11، بني سويف 20-11، الوادي الجديد 23-7، أسيوط 21-9، سوهاج 21-10، قنا 21-9، الأقصر 22-11، وأخيرا أسوان العظمى 23 والصغرى 10. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وكمان أحوال الطقس النهاردة. ناخد بالنا أن في شبورة مائية بتتكون من بالليل متأخر لحد الصبح بدري، ونراعي طبعا المسافات بين العربيات وبعضها ونلتزم بالتعليمات المرورية، ما نخففش هدومنا خالص حتى لو كان الجو لطيف بالنهار، لأننا خلاص بدأنا فصل الشتاء والأجواء شتوية علشان تحمي نفسك. ونرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت نكمل معهم باقي فقرتنا. شكرا لك يا لمير. شكرا لك. الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية نظم بطولة للدومينو، هذه البطولة خصصت للمكفوفين، خصص أيضا بطولة طاولة، بطولة أيضا خصصت لذوي الإعاقة الحركية، وكمان نظم بطولة فوت فولي للصم والبكم. الكلام ده يا جماعة بيحصل المرة الأولى في مصر، وبيأتي ضمن الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم. هذه البطولات شارك فيها حوالي 250 شخص من ذوي الهمم من محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط. تجربة جديدة بالفعل، نحن نشوف ثلاث بطولات لأكبر تجمع من ذوي الهمم في مكان واحد. في تفاصيل كتير هنعرفها من الأستاذ أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية اللي هيكلمنا دلوقتي عن هذه البطولات. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير. أنا صباح النور. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا بسنت؟ صباح الخير. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ اهلا اهلا اهلا. قول لنا عملتوا ايه وازاي جمعتوا هذه الاطياف الثلاثه على ارض واحده، والنتيجه انت راضي عنها ولا لا؟ احنا الفكره جت اصلا ان احتفالا باليوم العالمي للاشخاص ذوي الهمم، ان احنا فكرنا نعمل لهم بطوله، لان احنا كمان اكتشفنا ان في مكفوفين بيلعبوا دومنا. ده غير الالعاب بتاعتنا، في الاشخاص ذوي الهمم بيحبوها وبيمارسوها بشكل كبير فعلا. فاحنا بالتنسيق مع مديريه الشباب والرياضه في بني سويف والمنيا واسيوط، المديريات دي بيبقى فيها مكاتب للاشخاص ذوي الهمم اللي بيمارسوا الرياضه، احنا وثقنا معاهم وجمعنا الاعداد اللي كل الاشخاص اللي بتحب الالعاب اللي عندنا، مثلا بيمارسوا الدومنه جمعناهم، بيمارسوا الطاوله، الفوتبولي زي الاشخاص ذوي السم والبق، وعملنا لهم زي يوم احتفال رياضي بطوله شارك فيها 250 لعيب ساعتها، والحمد لله اليوم كان جميل جدا والناس كانت مبسوطه وطلبوا ان يتكرر الموضوع ده اكتر من مره في
في الشارع يعني، ومحافظات تانية ابتدت تتواصل معنا ان احنا نبتدي نعمله عندها كمان. طيب حلوة قوي المشاركات دي، عجبانة جدا يعني، ألف ألف مبروك ليهم. حابين نعرف لو البطولات دي أول مرة بيتم تنظيمها في مصر، وعدد المشاركين فيها كان قد إيه؟ يعني إحنا مبسوطين إنه هم حابين يشاركوا في مثل هذه البطولات، عددهم كان قد إيه ولو أول مرة بتحصل في مصر؟ إحنا كان عدد المشاركين في اليوم ده 250 مشارك، ما بين إعاقة بصرية وإعاقة حركية وسم وبوق. احنا قبل كده كنا نظمنا بطولات للاتحاد، كنا عملنا فيها دمج مجتمعي للاعاقات الحركيه ان هم بيلعبوا مع الاسوياء في البطولات العاديه عندنا. الاتحاد سرح بالقصه دي. ده بالنسبه لليوم ده كده اللي شفت فيه. المثل ربما بيدلل على ان الناس دي جواها طاقات كامله احنا ما نعرفهاش. يعني مثلا طه حسين، عمار الشريعي، عندنا نماذج كبيره جدا حتى على المستوى العالمي. انت استفدت ايه على المستوى الشخصي؟ يعني اكيد انت كاحمد استفدت لما شفت هذه التجارب. احساسك الشخصي، كلمني عن احساسك بعيدا عن الكلام الفورمال والرسمي خالص. انا صراحة كنت سعيد، واولا كنت مظلوم لان انا الدومن الامريكاني كلنا عارفين ان هي بتعتمد على الحسابات. ايوه، وبتعتمد على حظ الورق. صحيح، وهم حاسبينها ازاي برضو. ايوه، متميزين فيها جدا ومتميزين. ده حقيقي. وفي ناس منهم لعبوا اسوياء وكسبوا في اليوم ده حتى على سبيل يعني الفور فن يعني. فعلا. فعلا. فانا بصراحه كنت سعيد جدا ان هم، او بالذات ان احنا حطينا بهجه على وشوشهم، وهم كانوا مبسوطين جدا كمان ان هم يعني حد مارسوا رياضه. وبالذات ان احنا البطولات دي ليها بطولات عالم وممكن يشاركوا في بطولات عالم بعد كده. فانا عن نفسي كنت سعيد جدا، ويعني اول حسيت بصدمه الاول لما شفت ازاي بيلعبوها وبيحسبوا الارقام وحافظين الكروت بتتلعب ازاي، وبعد وسعاده طبعا. حسيت انك اضفت ليهم يعني. طبعا. طب ايه هي الالعاب اللي بيضمها الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه غير الالعاب دي؟ احنا الالعاب غير الطاوله والدومنة او الفوتبولي، عندنا حاجه اسمها الكورف بول، عندنا البازل تبع الاتحاد، عندنا باكت. دي الالعاب اللي بيضمها الاتحاد. هايل. هتجول بهذه المسابقه ولا هتفضل في مكان محدد؟ يعني المحافظات المصريه على امتدادها، يعني امبارح كان عندنا احصائيه، كان عندنا نائبه في البرلمان بتقول عندنا من 12 ل 14 مليون شخص من ذوي الهمم، عدد كبير يعني، بتتكلم في حوالي مثلا قول 12% من المجتمع المصري على الاقل. هل باقي المحافظات هتشوف الكلام ده؟ هو طبعا دكتور اشرف صبحي بسبب نجاح اليوم ده هو وجه ان احنا نبتدي ننتشر في المحافظات كلها، يعني نجمع كل 3-4 محافظات قريبه من بعض ونبتدي نعمل لهم مسابقات زي كده، وده ان شاء الله في الخطه بتاعتنا الفتره الجايه باذن الله. هايل. كل الشكر ليك استاذ احمد البكري رئيس الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه، والف الف مبروك. مشاهدينا، موجز لاهم واخر الانباء مع لميا، تفضلي يا لميا. شكرا لك بسنت. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية لتقليص الضغط على العملة الأجنبية. وفي خلال مداخلة له في افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بأبو رواش بالجيزة، قال الرئيس السيسي إن البنوك المصرية ستغطي الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن البضائع في المواني. كما دعا الرئيس السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع الأسعار والسلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مشيرا إلى أن مجمع الأسمدة الأزوتية المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة سيواكب زيادة المساحات الزراعية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لموقف توافر السلع بالأسواق. وأوضح مدبولي خلال اجتماع له أن هذا الاهتمام يأتي في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، وبخاصة السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة، لا سيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في الحدود المطمئنة، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير المقبل.
قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس صعب ومؤلم. وأضاف زيلنسكي أن القوات الروسية تنشر كل الموارد المتاحة لهم، وهي موارد كبيرة لتحقيق تقدم عسكري. في الوقت نفسه أوضح زيلنسكي أن انقطاعات الكهرباء لا تزال مستمرة عن نحو 9 ملايين من الأوكرانيين. أعلن وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبا أن كييف تهدف إلى عقد قمة سلام بنهاية فبراير المقبل. وكشف كوليبا عن أن الإدارة الأمريكية وضعت خطة خاصة لتجهيز بطارية صواريخ باتريوت للتشغيل في بلاده خلال أقل من 6 أشهر. وأشار كوليبا إلى أن أوكرانيا ستقوم بكل ما في وسعها للفوز بالحرب في 2023. وضع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الجيش في حالة تأهب قصوى إثر التوترات في شمال كوسوفو. وقال وزير الدفاع الصربي في بيان له إن رئيس صربيا أمر الجيش بأن يكون على أعلى مستوى من التأهب القتالي والجاهزية لاستخدام القوات المسلحة. من جانبه أكد الجيش الصربي أن الوضع على الحدود مع كوسوفو متأزم ومعقد، مضيفا أن وجود الجيش الصربي على طول الخط الإداري أو الحدود أمر ضروري، ويقيم الصرب المحليون حواجز على الطرق لمنع الشرطة من القيام بدوريات في المنطقة التي شابتها توترات في الأشهر الأخيرة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك جراء العاصفة الثلجية. يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا العاصفة الثلجية والتي ضربت الولايات المتحدة منذ أيام إلى أكثر من 50 شخصا على الأقل. هذا وقد بدأت طواقم الطوارئ تتفقد خسائر العاصفة الثلجية التي حرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج. ووصفت العاصفة الثلجية التي تشهدها المنطقة بأنها الأسوأ في 45 عاما، ما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وقطع التيار الكهربي عن ملايين الأمريكيين. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. على مدار 14 قرن اكتسب الإنشاد الديني أنماط متنوعة مع تطور كبير قوي شافته الدول العربية. المنشد المصري يحيى النادي قدر أنه يفوز بلقب منشد الشرقة، وده بعد منافسة قوية جدا مع مجموعة من المنشدين المتميزين واللي شاركوا في المسابقة اللي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة. خلونا نشوف تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. بدر على عرش الجمال تربع، فنفر قاد عن العيون ولوع. بعد منافسة صعبة فاز المنشد المصري يحيى نادي بلقب منشد الشارقة، وذلك في المسابقة التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان فيها ابن محافظة المنوفية ممثلاً عن مصر، وأدى طوال المسابقة بشكل مشرف، وقدم المنشد يحيى النادي أداءً رائعاً حاز على إعجاب الآلاف من المتابعين. وتأهل المنشد يحيى نادي ابن محافظة المنوفية إلى السهرة الختامية لمسابقة منشد الشارقة، وذلك بعد تخطيه سهرتين سابقتين، ووصل إلى المراحل الختامية لينافس 5 منافسين للفوز باللقب، حيث نافس في جلسة نصف النهائي 9 متسابقين تأهل منهم 6 إلى الدور النهائي للإعلان عن منشد الشارقة الجديد وسط دعوات الملايين. وحاز يحيى النادي على تصويت أعداد كبيرة من المصريين، وأعلنت اللجنة المنظمة فوز المنشد يحيى نادي بلقب منشد الشارقة للموسم 14 وسط حالة من الفرحة الكبيرة بين جميع الموجودين من الجالية المصرية في الإمارات، والتي حرصت على دعم المنشد المصري طوال المسابقة. هيهات أيها البدر الذي كملت تبكيك عين محب أنت ساكنها، وكيف لا وكيف لا أصطبري
عنك قد رحلا. نور البدر جميل في بهاء يا بشرى برسول الله. المنشد المصري الحائز والفائز بلقب منشد الشرقة يحيى نادي معانا على الهاتف مباشرة، نتعرف منه عن كواليس رحلته للفوز بهذا اللقب والفوز بالمركز الأول على عدد كبير جدا من المنشدين. أهلا بك يحيى ومنورنا النهارده في صباح الخير. مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم وعلى كل المصريين. ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك، وقول لنا بقى الكواليس، حصلت كمصري على لقب منشد الشرقة، أكيد كان في منافسة من جنسيات كتير، والإنشاد المصري مدرسة كبيرة. الإنشاد المصري ساعدك إزاي إنك تحصل على هذا اللقب؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو في البداية مش أنا اللي حصلت على اللقب، هي مصر اللي حصلت على اللقب، الحمد لله رب العالمين. طبعا سعيد جدا 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 بفوزي باللقب ده، لأن اللقب ده استثنائي صراحة، لأن السنة دي بالذات كان فيه أصوات قوية جدا 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 في البرنامج ده، وكون إني أفوز بلقب منشد الشرق 14 ده، فأنا بعتبره إنجاز بصراحة، يعني الحمد لله رب العالمين. المدرسة المصرية طبعا يعني علمتني كتير جدا 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 في روحانيات الإنشاد الديني، الحمد لله رب العالمين. وطبعا يعني الفضل لربنا والأهلي وإخواتي في قريتي عرب أبو ذكر والمنوفية وكل حبايبنا في جمهورية مصر العربية، الحمد لله رب العالمين. طيب يحيى، مين أبرز المنشدين اللي كان بيمثل بالنسبة لك يمكن منافسة قوية، وكانت جنسيته إيه؟ مش عاوز أقول جنسية معينة بصراحة، كلهم كانوا كويسين، كلهم كانوا كويسين. لا بس أكيد يعني في واحد هو ده اللي أنت كنت حاسس أنه يعني المنافسة بينك وبينه قوية جدا. والله كلهم، أنا عاوز أقول لحضرتك كلهم كانوا كويسين ما شاء الله عليهم. ما شاء الله. في كان معايا المركز الثاني عبد الله العمري من لبنان، والمركز الثالث محمد الوافي من ليبيا، وطبعا اخواتنا المنشد الاردني كان جميل، والسوري والعراقي كمان، يعني كان كلها اصوات قويه ما شاء الله. ولكن ده يعني ربنا وفقنا الحمد لله. انا شايفه حضور قوي من المصريين. نعم، شايفه حضور قوي من الجمهور المصري بيشجعك جدا جدا ما شاء الله. في مسرح المجاز بصراحه كان المصريين كلهم واقفين معايا، الحمد لله رب العالمين. الناس السنه دي استغربت ان كل المصريين دول جايين عشان خاطر يحيى يدعموا يحيى ويدعموا ابن مصر، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طب قول لي يحيى، الانشاد المصري مدرسه معروفه جدا، وربما في مدارس اخرى في المغرب العربي، في الشام، في العراق، كل بلد لها ملامح خاصه، ايه اللي بيميز مدرستنا وبيخليها الأقرب لأذن المستمع العربي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. احنا لهجتنا لهجة جميلة جدا يا جماعة، وبعدين كمان عندنا عظماء كتير جدا 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 في مجال الإنشاد الديني، مثل الشيخ السيد النقشبندي والشيخ طه الفاشني والشيخ محمد عمران والشيخ نصر الدين طبار. مصر بلد الإنشاد الديني. صحيح. وبعدين كمان الحمد لله رب العالمين، انا اكتسبت خبرات برضو من اخواتي المنشدين من الدول الاخرى، عندهم برضو من الخبرات الكثيره في مجال الانشاد الديني، الحمد لله رب العالمين. زي ايه يعني مثلا؟ يعني المزج اللي حصل ما بين مدرستك والمدرسه الثانيه؟ يعني اتعلمت من 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 دوله المغرب، دوله ليبيا بصراحه، يعني بصراحه كان منشد جميل جدا 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 وقوي جدا ما شاء الله عليه، اتعلمت منه كتير. اخويا عبد الله من لبنان، يعني ما شاء الله عليهم، مدارس كويسه جدا. وبعدين كمان هم بيتعلموا كمان من المدرسه المصريه، العالم كله بيتعلم من المدرسه المصريه يا جماعه. طب يحيى، كلمنا عن استعداداتك قبل المسابقه، كانت عامله ازاي، وفي خلال المسابقه بتعمل ايه، تستعد ازاي؟ هو المفروض كانوا بلغونا ان احنا في ثلاث سهرات في المسابقه، كان 15 و17 و25. المفروض نحضر فيهم ثلاث اناشيد، انا كنت محضرهم قبل ما اروح المسابقه قبلها ب 15 يوم الحمد لله، مع اخويا واستاذي وحبيبي اللي معلمني الانشاد الديني الاستاذ بهاء الدنادي والاستاذ حسام طارق، بصراحه يعني اصحاب فضل عليا. ولما جيت هنا تمام الحمد لله رب العالمين، كان في معانا مدرب الاستاذ وسيم فارس والاستاذ شريف محسن والاستاذ مصطفى حمدو، دعمونا كتير جدا جدا ما شاء الله عليهم، وعرفنا كتير جدا جدا من حضراتهم، والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا ان احنا نوصل ونحصد لقب منشد الشرقه ونرجعه مصر تاني، الحمد لله رب العالمين.
مبروك مبروك مرة تانية يحيى، بنشكرك المنشد المصري يحيى نادي الفائز بلقب منشد مسابقة الشرقة للموسم الـ14، ويعني أكيد بنتمنى له كل التوفيق في اللي جاي. بالتأكيد وبالفعل يعني مدرسة الإنشاد المصري مدرسة عظيمة جدا، ويحيى النادي شرفنا، شكرا لك يا يحيى على هذا التكريم. يعني من الحاجات اللي كمان بتدعو للفخر خلال 2022 كان اختيار عدد من العلماء المصريين وتصنيفهم من قبل جامعة ستانفورد ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء تأثيرا على مستوى العالم، ومن ضمن العلماء الدكتور محمد زيدان عضو هيئة تدريس بقسم الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، واللي هيكلمنا النهاردة عن الحوسبة الكمية وإيه هي، ايه مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ده هنعرفه منه. صباح الخير على حضرتك. صباح الورد. صباح الورد حضرتك يا فندم. يعني في البدايه حابين نعرف منك اختيارك من جامعه ستانفورد وآليه الاختيار ايه، وايه المجالات اللي بيختاروا منها. جامعه ستانفورد هو في الحقيقه بدا مجموعه من الابحاث تطلع من مجموعه من العلماء في جامعه ستانفورد، بيحاولوا ان هم يصنفوا العلماء الاكثر تاثيرا، وبيعتمدوا على قاعده بيانات سكوبس، وبيقيسوا 6 مؤشرات. ال6 مؤشرات دول بيجمعوهم في معيار واحد بيسموه سي كومبوزيت، وبعد ما بيحسبوا سي كومبوزيت لكل العلماء على مستوى العالم بيختاروا منهم اعلى 2% وبينشروهم ان هم دول اكثر 2% تاثيرا على مستوى العالم. في الحقيقه القائمه ضمت أكثر من 681 عالم مصري من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية. وأما بالنسبة للحوسبة الكمية فهو نوع جديد من الكمبيوتر اللي هو بيعتمد إن هو يجري العمليات الحسابية باستخدام الذرات بدل من استخدام الترانزستور. طب ده هيوفر لنا إيه، أو هي الميزة عن الكمبيوترات التقليدية اللي إحنا بنستخدمها النهاردة؟ ده طبعاً بيوفر لنا مجموعه من التكنولوجيز الجديده اللي مش موجوده عندنا النهارده. يعني من ضمن التكنولوجيز اللي هيوفرها الكمبيوتر الكمي او الحوسبه الكميه انها تخلينا نعمل نوع جديد من الحسابات ما نقدرش نعمله على الاجهزه التقليديه اللي احنا بنستخدمها النهارده. زي ايه؟ زي مثلا ان احنا نحاول ناخد الاتومز والمولكيولز والدي ان ايه والار ان ايه ونحاول نعمل لها دراسه باستخدام الكمبيوتر الكمي، وده هيساعدنا ان احنا نكتشف امراض جديده للامراض المستعصيه زي الكانسر وزي معظم الامراض الوراثيه. فريق الحوسبه الكميه هتخلينا نحل نوعيه جديده من المشاكل ما بنقدرش ان احنا نحلها باستخدام الكمبيوترز اللي احنا بنستخدمها النهارده. وكمان بتخلي في مجموعه من المشاكل الكمبيوتر اللي احنا بنستخدمه النهارده ده بيكون بطيء جدا جدا في حلها، ممكن يستغرق ملايين السنين عشان نوصل لحل، لكن الحوسبه الكميه هتخلينا نحلها في جزء من صحيح صحيح ده صحيح. ده الحوسبه الكميه في ابسط صوره. دكتور زيدان احنا ايه كمان اللي هتوفر لنا كمان ان احنا نعمل نوع جديد من الاتصالات ما فيش فيه هكر. يعني الكمبيوتر الكمي هتخلي الاتصالات بتاعتنا تتم بشكل امن جدا بدون اي وجود هكرز. ولكن الحوسبه الكميه او الكمبيوتر الكمي تقدر تخترق اي كلاسيكال كمبيوتر، وبالتالي لما يكون عندنا كمبيوتر كمي في متناول التجاري او الاستخدامات التجاريه وتكون عندنا في البيوت عظيم. ده بيهدد اجهزه الكمبيوترز التقليديه وبيهدد امن المعلومات، فهو نوع جديد جدا من التكنولوجيز اللي هتفيدنا في المستقبل ان شاء الله. طيب دكتور زيدان احنا في مصر نقدر نستفيد من الحوسبه الكميه ازاي؟ احنا وصلنا لغايه فين؟ فريقك البحثي عمل ايه لمصر او ماشي في مشروع هيفيد مصر بايه، ونقدر من خلال ده يعني اسم مصر في المحافل الدوليه يبقى كبير ازاي؟ نقدر نخدم ده ازاي؟ الحمد لله احنا في الفريق البحثي اللي انا بشرف ان انا واحد من ضمن الفريق البحثي اللي فيه قدرنا الحمد لله ان احنا نحقق انجازات كويسه، قدرنا الحمد لله نحصل على براءات اختراع من مكتب بلد الاختراع الامريكي، واخترعنا الذاكره الكميه بتاعه الكوانتم كمبيوتر، اخترعنا الكوانتم راندوم اكسس ميموري بتاعه الكوانتم كمبيوتر، ودي ان شاء الله اللي هيعتمدوا عليها في تصنيع الكمبيوتر الكمي. كذلك مع الفريق البحثي اللي انا بشتغل فيه الحمد لله قدرنا نحقق
ان احنا نطلع نوع جديد او موديل جديد للحسابات بيعتمد على ظاهره الانتانجمنت، الظاهره اللي حصلت رجائز نوبل هذا العام. قدرنا الحمد لله ان احنا نقول ان ظاهره الانتانجمنت ممكن تساعدنا في حل المشاكل في الذكاء الاصطناعي وفي الحوسبه الكميه ما نقدرش نحلها باستخدام الذكاء الاصطناعي التقليدي وباستخدام الكمبيوترات التقليديه. طيب. والحمد لله ربنا وفقنا ونشرنا ابحاث في مجلات علميه مرموقه. دكتور محمد، يمكن من كام سنه كده، مش من كتير قوي، من 4 سنين او حاجه، ابتدينا نشوف الروبوت المشهور اللي كان بيتكلم ويقدر تقدر تساله سؤال فيرد عليك، وده كان طفره علميه كل العالم كان مبهور جدا بيه. من الوقت ده لغايه النهارده شفنا نماذج كتيره جدا جدا من الروبوتس اللي بتقدر تعمل نفس الحاجه. يمكن احنا شايفين على الشاشه دلوقتي روبوت قادر ان هو يستقبل الاوردرز او الاوامر اللي بياخدها ويتحرك ويمشي ويتكلم ويزعل ويعيط ويفرح وفي رياكشنز. الذكاء الاصطناعي هياخدنا لفين يعني؟ واصلين حضراتكم لايه دلوقتي؟ المستقبل شايفينه ازاي مع الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي زيه زي اي تكنولوجيا، ليها جانب مفيد جدا جدا للبشريه ولكن ليها جانب سيء على البشريه. هو طبعا الجوانب المفيده ان احنا مثلا بنستخدم حاليا النهارده الذكاء الاصطناعي في بنحل مشاكل كتير جدا، بنقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي في اعمال خطره ما قدرش يقوم بها الانسان، مثلا زي اداره المفاعلات النوويه وقت الكوارث. ممكن نستخدمه ان احنا نبعته للكواكب البعيده النيازك البعيدة أو الكويكبات البعيدة جدا اللي بتستغرق عشرات السنين عشان نوصلها، وقد تكون أكثر من عشرات السنين عشان نوصلها. فالروبوتات والذكاء الاصطناعي استخداماته مفيدة جدا، خصوصا النهاردة كمان احنا الذكاء الاصطناعي في كل مكان، يعني كل السوشيال ميديا النهاردة بنستخدم فيها الذكاء الاصطناعي. الموبايل اللي احنا بنستخدمه النهاردة في ايدينا وفي متناول ايدينا كلنا، ده بيعتمد في جزء كبير جدا من الذكاء الاصطناعي. ولكن ليه الجانب المظلم بتاعه ان هو للاسف يعني بيهدد اكثر من 40 مليون وظيفه، وبالتالي فهو هيساعد على انتهاء وظائف كتير جدا جدا. يعني في بعض الدول بدات دلوقتي في ان تخلي مثلا الذكاء الصناعي يستخدموه في البنوك. في كمان دلوقتي احنا داخلين على السيلف درايفنج كارز، السيارات ذاتيه القياده، فكده بنهدد بعض الوظائف لاخواتنا السائقين او زملائنا السائقين. طبعا في كمان بعض المطاعم بدات تلجا للروبوت في صناعه البيتزا، وبعض المطاعم بدات تصنع تلجا للروبوت في تقديم الوجبات. فطبعا الموضوع ده هيزيد اكثر واكثر واكثر، فبالتالي الذكاء الصناعي الجانب المظلم منه بيهدد وظائف. كمان اللي احنا متخوفين منه ان احنا نوصل للذكاء الاصطناعي القوي. احنا النهارده شغالين في الذكاء الاصطناعي الضعيف، اللي هو معنى ايه الذكاء الاصطناعي الضعيف؟ ان احنا بنعمل ذكاء اصطناعي يتفوق على الانسان في مهمه معينه. ولكن اللي احنا خايفين منه ان احنا نوصل له وكاد نكون احنا قريبين منه الذكاء الاصطناعي القوي. ان احنا نوصل للذكاء الاصطناعي القوي ساعتها ممكن الذكاء الاصطناعي يكون مصدر تهديد قوي جدا جدا للبشريه كلها. ولكن على الجانب الثاني طبعا الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيحل مشاكل كتير جدا، يعني مثلا يعني على كل حاله وكل حاجه ليها المميزات يعني السلبيات والايجابيات بتاعتها. كل الشكر ليك الدكتور محمد زيدان، عضو هيئه تدريس بقسم الذكاء الاصطناعي بكليه الحاسبات جامعه جنوب الوادي فرع الغردقه. شكرا ليك يا فندم. من قريه البكريه في مركز بيبا بمحافظه بني سويف، وتحديدا من دوار العمدة، كان المئات من أهالي هذه القرية على موعد يوم أمس مع وجبة ثقافية فنية دسمة، وكمان كان في اكتشاف كبير للمواهب ضمن مبادرة الثقافة في مشروع حياة كريمة. هذا المشروع اللي بتشرف عليه وزارة الثقافة بيهدف للوصول بالمنتج الثقافي لكل القرى المصرية. بمعنى آخر، حياة كريمة مش بس هتعمل عنايات أو هتمحي الطرق أو تفرش الأراضي أو خلافه، لا، هي كمان هتلعب على الجانب الثقافي علشان النور بالفعل يوصل لكافة القرى المظلمة. خلينا نتعرف على تفاصيل هذا المشروع. الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث في هيئة قصور الثقافة معنا على الهاتف مباشرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. المشروع الثقافي الخاص بحياة كريمة، وصلنا لغاية فين؟ احنا النهارده في محافظه بني سويف مركز بيبا
امبارح كنا في قرية البكرية دوار العمدة حسن محمد، واحنا عندنا نشاط اصلا اصيل في حياة كريمة واسمه دوار العمدة. النشاط ده احنا عملنا بيه افتتاح امبارح في البكرية، لان طبعا دوار العمدة بيبقى هو بيجمع لنا كل اهل البلد عنده في الدوار، بيجمع لنا كبارات البلد، بيجمع لنا شباب البلد اطفالها سيداتها، الفئات اللي ممكن احنا لوحدنا ما نقدرش نوصل لها بشكل مباشر، فهو ككبير البلد ودوار العمدة وكالعمدة بتاعتهم هو اللي بيجمع لنا الناس دي، وبنعمل عنده في الدوار بنعمل مطرح وبنعمل مجموعة من الورش كبيرة كتير لكل الفئات. يعني كان عندنا ورشة للخيامية للسيدات، كان عندنا ورش اكتشاف مواهب الأطفال، كان الأطفال دول عندهم بقى مواهب في الغنى في الشعر في أداء حركي في التمثيل، في اللي عندهم مواهب في الاختراع كمان وفي الفكر كمان بنستقبلهم. عندنا ورش متنوعة بقى للأطفال كتير، عندنا ورش حكي، عملنا لهم ورشة حكي للأطفال والشباب امبارح في بداية البرنامج عن الآثار السلبية للمخدرات وللتدخين، لأن فكرة مناهضة التدخين والقضاء على الموضوع ده. يعني حضراتكم بتقدموا محتوى ليه هدف كمان؟ طبعا يا فندم، أي حاجة احنا بنقدمها ليها هدف وليها رسالة احنا عايزين نوصلها، حتى لو كان عرض للأطفال بالعرايس له هدف وله رسالة لازم توصل. فهي الفكرة مش ترفيه بس، هي فكرة بناء الإنسان المصري، احنا بنبني ازاي؟ بنبني فكره ازاي؟ بنبني روحه وأخلاقه ازاي؟ بنعيد القيم والأخلاق ازاي؟ بنغير المفاهيم السلبية أو المفاهيم الخاطئة ازاي؟ ده كله احنا بنشتغل عليه. احنا ما عندنا من أهم القضايا اللي احنا بنتكلم فيها القضية السكانية والآثار السلبية المترتبة على القضية السكانية، اللي مفيش تنمية بتحصل بشكل كامل طول ما في زياده سكانيه موجوده تبلع كل ده. دكتوره حنان، هل بتقدموا فقرات بس؟ هل الموضوع بيقتصر على انكم بتقدموا فقرات ولا كمان بتتبنوا مواهب؟ لا يا فندم، طبعا المواهب احنا بنكتشف مواهب، المواهب بقى اللي بنكتشفها دي بنبدا نتبناها وبندشن في نهايه الدوله بتاعتنا في المركز اللي احنا فيه، القوافل اللي بنشتغلها والاسابيع اللي بنشتغلها والاماكن اللي بنشتغلها. احنا بنشتغل على القرى والقرى التابعه للمركز اللي هو حياه كريمه. فبنبدا نكتشف المواهب دي، نبدا نعمل بيها قاعده بيانات، وبعد كده بنبدا نعمل ندشن لهم مركز رعايه الموهوبين دول في قصر الثقافه اللي هو موجود في المركز نفسه. واحنا عندنا قصر الثقافه ده بقى ان شاء الله هو في بيتعمل له اعاده تاهيل بشكل قوي، وخلاص قربنا نقرب يعني ان شاء الله يفتتح باذن الله. فده هيبقى المركز الخاص، هيبقى جواه مركز لمواهب الاطفال، اللي الاطفال احنا اكتشفناه هنبدا يعملوا لهم عمليه رعايه وتنميه مع المركز بقى، ويبداوا يشتغلوا معاهم بشكل مستمر. ده اللي احنا بنتكلم فيه في فكره استمراريه النشاط واستمراريه الشغل. احنا مش بنروح بس الاسبوعين او الفتره احنا بنروحها في المركز وفي الكره المتابعه وبس، لا احنا بنكمل، لان بيبقى عندنا زمايلنا الموجودين في المكان الفرع الثقافي اللي موجود في بني سويف بيكملوا بقى. أيوة. يعني احنا بنبدا بمجموعه انشطه ممكن تكون الى حد ما فيها فكر وفيها مفهوم وفيها رسائل. أيوة. احنا عايزين نوصلها. أيوة. زمايلنا بيكملوا هذه الرسائل. طيب احنا يعني وضحت الفكره، بس انا حضرتك بتقولي تبني المواهب، بنعمل بيهم داتا بيز او قاعده بيانات وبنرعاهم في مكانهم. طب المتفوقين منهم، يعني انا عندي مثلا اصوات ممكن اوديها للكونسرفاتوار، اوديها معهد الموسيقى العربيه، ممكن اوديها تدرس مسرح، تدرس تمثيل، تدرس غنى. طبعا بعمل ده ولا ما بعملش؟ يعني انا عندي مثلا كابيتانو مصر، البرنامج العظيم اللي عملته الشركه المتحده، بيكتشف مواهب من جوه القرى وبيصدرها للقاهره العاصمه وممكن يوصلوا بعد كده للعالميه. هل انا بعمل ده في وزاره الثقافه برضو، ببقى كشاف للمواهب الفنيه؟ ده دورنا يا فندم، ده اللي احنا بنعمله بشكل مكثف جدا، مش كره حياه كريمه وبس، احنا بنعمله على مستوى البيوت الثقافه وقصور الثقافه على مستوى مصر كلها. احنا عندنا الهيئه العامه لقصور الثقافه فيها حوالي 625 قصر وبيت ثقافه ومكتبه طفل ومكتبه عامه. ده هيئه بس من ضمن قطاعات الوزاره اللي ما شاء الله كتير اللي بتشتغل برضه على نفس المفهوم. فاحنا بنتكلم، بس الهيئه ليها
اماكن في الكره، يعني هي اثر اكثر انتشارا يعني. مفهوم. فاحنا فده من ضمن المبادئ او من ضمن الاهداف اللي احنا بنشتغل عليها اصلا، ده هدف اصيل احنا بنشتغل عليه. طيب دكتوره حنان، يعني البعض كده ممكن يقول لك ايه انه ايه الهدف يعني من عمل قوافل ثقافيه في قرى حياه كريمه؟ طب ما الاولى بقى المباني والحيطان والحاجات دي كلها. احكي لنا عن اولويه انه يعني زي ما كان حتى مصطفى بيقول في الاول انه ده يبقى النور في العقول زي ما بيقولوا، ان احنا نوعي الناس من حاجات معينه زي ما حضرتك قلتي انه في يمكن محتوى تثقيفي، في هدف، في رساله منه. قللنا وكان في كمان عروض فنيه، احنا كان عندنا موسيقى عربيه بنشوف قدمت فقرات فنيه والشباب والاطفال اتفاعلوا معاها جدا وكانوا بيغنوا معانا كمان. هي فكره ان احنا رحنا قريه ما فيهاش مركز ثقافه، تمام؟ وممكن يكون ما رحناهوش قبل كده، يعني المكان ما رحناهوش، ممكن ما كنا احنا اولادنا بيجوا لنا القصور او بيجوا لنا الاماكن بتاعتنا او بننزل لهم المدارس، لكن ما رحناش دوار عمده، ما قعدناش في مكان وسط الشارع في وسط الناس الدوار ده في الحته دي، احنا بنعمل ده كتير في اماكن اخرى لكن في المكان ده احنا اول مره. فبالنسبه لنا فبالنسبه لهم ده اول مره يمسكوا لون، اول مره يمسكوا خامه، اول مره يعملوا حلي، اول مره يشوفوا الخياميه بتتعمل ازاي، ممكن يسمعوا عنها لكن ما شافوهاش، ما عرفوش ازاي تاكلها. اول مره يبقى عندهم مسرح يتعمل فيه عرايس قدامهم، بيتعمل فيه عروض فنيه قدامهم، كان فيه مسابقات. فطبعا ده بالنسبه لهم ده حاجه يعني اعتقد انها تبقى حاجه الاطفال مش هينسوها ولا حتى الكبار. لكن احنا بنكمل معاهم في اللي احنا بنشتغل عليه، في بنكمل رسائلنا بقى. هايل. طيب مع حضرتك بس انا برضو ايه، كان في حديث عن الانتقال من فكره التواجد داخل قصور الثقافه الى الحدائق العامه، الى الاماكن العامه، عشان التجربه تبقى عامه وكل يشارك. هل الكلام ده موجود في المبادرة الخاصة ما بين وزارة الثقافة وحياة كريمة؟ يا فندم احنا بننزل في الكرة والنجوع وبننزل في الشارع وبنشتغل على الأرض بشكل يعني مباشر، مش في الحدائق العامة وبس، الحدائق العامة ده مكان مغلق وبنشتغل فيه من زمان، لكن الفكرة إن أنا بنزل للناس في الشارع بتاعهم وبعمل مسرح في الشارع بتاعهم وأقعد في وسط البيوت وأشتغل مع الولاد والستات والرجالة والشباب ونشتغل معاهم. كل برامجنا وبرامجنا ليها هدف وليها رساله، دي حاجه احنا شغالين عليها في حياه كريمه طبعا، ده اكيد. والمهم كمان ان احنا بنقول لحضرتك قبل كده الاطفال لما بنكتشفهم، وبعدين مش اطفال وبس، السيدات اللي بنعمل لهم عمليه تمكين اوقات كتير لما بنيجي نشتغل تاني في نفس المكان عندنا داتا بننزل نشتغل معاهم مع المجالس القوميه زي المجلس القومي للمراه مثلا، فبنبدا نعمل لهم احنا ورش تمكين للحرف التراثيه والتقليديه اللي موجوده في المكان. صحيح. والمجلس القومي بيعمل معايا اللي هي هي اداره الاعمال ازاي وازاي تعمل دراسه جدوى. ايوه. هو بيديها الجزء النظري اللي تقدر تعمل منه مشروع ونبني مشروع، وانا بديها الجزء العملي اللي بتشتغل عليه في المشروع بتاعها، فبالتالي انا اقدر مع مجموعه عمل السيدات دول نقدر نخلق فكره اللي هو ايه المشاريع الصغيره اللي تحافظ بقى، مش مشاريع وخلاص لا، انا بعمل مشاريع لحفظ اصول التراث، لو انا بحفظ واصول الحرف التراثيه اللي ادوات على اندثار، وبحاول اعيد مثلا لو الحرفه نفسها ما لهاش استخدام دلوقتي، الحرفه بتندثر لما بيكونش ليها استخدام، حضرتك ما بتستخدمش حاجه هتسيبها، فنبدا نعيد فكره استخدامها ازاي، اقدر اعمل لها ايه، اعمل لها اعاده فكر استخدام، زي مثلا الحصيره، الحصيره ما حدش دلوقتي بيفرش حصير في بيته. فانا لو عملت الحصيره كمعلقه، عملتها كتحفه، عملتها بشكل ما اللي في الشغل بتاعنا، فبالتالي انا بعيد استخدامها فبعمل لها حفظ وصول واستمراريه في تصنيعها. صحيح. فده حاجه زي يعني فهمت؟ ده تراث. فاحنا بنشتغل على المفاهيم دي بالظبط. على حفظ التراث بشكل عام. بس انا حضرتك مثال يعني مش الحصيره اللي بنشتغل طبعا عليها. طبعا الحصيره كمثال يعني في الفنون الايه اليدويه، لكن اكيد بالتاكيد في فنون في الغناء وفي التمثيل وفي الموسيقى وفي المسرح زي ما حضرتك قلتي. بنشكرك يا دكتوره الدكتوره حنان موسى رئيس الاداره المركزيه للدراسات والبحوث في هيئه قصور الثقافه، يعني جهد مشكور من وزاره الثقافه. نتمنى ان احنا نشوف في تواصل ووصول لاهالينا في القرى والنجوع، لان هم الاكثر يعني حاجه للجهد المعرفي. اعتقد ان دي اهم رساله للدوله المصريه. صحيح مهم الطرق والكباري والصرف الصحي وخلافه، لكن
غذاء الروح وغذاء العقول برضو مهم جدا. ممكن درس وزارة الثقافة بتأديه على أكمل وجه من فترة كبيرة قوي، مهتمية جدا حتى بالمحافظات الحدودية كمان. صحيح. وصلوا لآخر وأبعد نقطة في مصر عشان يقدروا يوصلوا لجميع المصريين وينشروا فعلا الوعي والثقافة بموضوعات ومحتوى مهم ذات أهمية وذات هدف. صحيح. خلينا دلوقتي نقرأ تعليقات حضراتكم اللي موجودة على سؤال حلقتنا النهاردة ولا على موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، صفحتنا على فيسبوك كمان. سؤال الحلقة النهاردة بيقول: صديق الطفولة اللي مفتقده ونفسك تشوفه وترجع مرة تانية تتواصل معاه، احكي لنا عن موقف معاه. وخلينا نبتدي مع عادل البنا اللي بيقول: صديقي وحبيبي وأخي وتوأم روحي صافي عليه رحمة الله، كان أعز الناس وأغلى الناس عندي، الله يرحمه يا رب. نرمين مجدي بتقول: صباح الخير عليكم، وحشاني جدا صديقي طفولتي، نفسي أشوفها جدا بس سافرت، ربنا يرجعها بالسلامة. الموقف هنا هو كان عدة مواقف، كان اسمها نرمين على اسمي وكنا في فصل واحد طول فترة الدراسة وكانت مشاغبة موت، والغريب انها كانت تغلط وانا اللي اتعاقب علشان خاطر الاسم. مش صدفة ان يبقى اسمها نرمين وصاحبتها اسمها نرمين، انت برضه بسنت وصاحبتك اسمها بسنت. ايوه ايوه ده حقيقي. طيب في كمان احمد محمود بيقول: اعز صديق ليا في المرحلة الابتدائية والطفولة محمد فرج حافظ، هو دلوقتي مسافر السعودية وانا دايما بسأل عليه، باقي صحابنا يا ريت يوصلوا سليم، يا رب يكون بيشوفنا دلوقتي وسلامك اكيد وصل. عبير سالم الغريب: صباح الخير بسنت مصطفى ولميا اجمل مذيعين، شكرا ليك يا عبير. صديقة الطفولة كانت بسمة صبحي، كنا مع بعض في مدرسة الشهيد مصطفى حافظ الابتدائية وكنا في فصل واحد وكنا بنذاكر ونلعب لحد النوم، يا إما عندي يا إما عندها لأن إحنا كنا جيران. نفسي يا رب تكون شايفة البرنامج وتتواصل معايا، دي أجمل صديقة الطفولة مفتقداها بعد ما تركت القاهرة ورحت إسماعيلية، أحب أصبح على أمي وأختي وربنا يحفظهم ليا. عبير بتنادي بسمة صبحي، يا بسمة يا صبحي لو شفتي الرسالة كلمي عبير. طيب في كمان يعني خالد حمدي بيقول: تقريبا شفت معظم أصدقاء الطفولة في مواقف كتير منها أيام الجامعة وبعد كده الصدفة بتجمعنا، يعني بسعد كثيرا برؤية أصدقاء الطفولة مواقف بتجمعنا أيام تحية العلم وكتابة الشعر. قولنا زي إيه يعني، احكي لنا المواقف دي إيه ومين اللي أنت نفسك ترجع مرة تانية تتكلم معاه لو بقالكوا فترة ما تكلمتوش مع بعض. أحمد زيزو أبو الفدا بيقول: صباح الخير يا صاحبي، صاحبي اسمه محمد البلشة وسافر السعودية ووحشني جدا. يا محمد يا بلشة لو سمعت الرسالة كلم صديقك أحمد زيزو أبو الفدا، هو ينتظرك يعني. كمان حسن الملاح بيقول: أنا كل أصدقاء الطفولة موجودين وبنتقابل مع بعض باستمرار، أنا بدعي بس بالرحمة لشهداء كتيبة 83 ساقة، ربنا يرحمهم يا رب. محمد البلاصي بيقول: صاحبي الغالي محمد البلاصي، كنا بنهرب من الفسحة علشان نلعب لحد الدروس. في بقى مواقف زي دي كتير لطيفة يعني، ممكن تحكي لنا عنها أكتر. هنروح دلوقتي الفاصل سريع ونرجع تاني بعد الفاصل، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية من بعد الفاصل. امبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عن اجراء الكشف الطبي على المقبلين للزواج ضمن تعديلات قانون الاحوال الشخصيه، واللي هيكون ليه دور كبير في استقرار الاسره وانجاب اطفال بدون امراض مزمنه. خلونا نتكلم اكتر عن الموضوع ده ونعرف تفاصيل اكتر عن اهميه اجراء الكشف الطبي. معانا دكتوره اللي منورنا في استوديو ايمان المراكبي، الاستاذ بقسم طب المخ والاعصاب والطب النفسي بكليه وطب جامعه عين شمس، استاذ التصلب المتعلق عدد مستشفى الدمرتش. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا، صباح الخير. اهلا بحضرتك. طيب كلمينا عن الموضوع ده، يعني حابين طبعا فخامه الرئيس امبارح اثار نقطه مهمه جدا واقتراح مهم قوي علشان يبقى في تعديل في قانون الاحوال الشخصيه خاص بموضوع الكشف المبكر قبل الزواج. الحقيقه احنا يعني ده مش موضوع مثلا نقول ان هو يعني حاجه غريبه او جديده، لا بالعكس، ده احنا بننادي بيه من زمان. انا عن نفسي في قسم المخ والاعصاب احنا بننادي بالقصه دي من زمان، لان معظم امراضنا مثلا على سبيل المثال بتسبب اعاقه، شلل رباعي، في اطفال بتموت بدري زي مثلا امراض اللي هي الضمور العضلي الشوكي، في امراض كتيره عندنا الحقيقه وراثيه
ولو اكتشفناها بدري قبل الزواج فاحنا كده بنمنع حدوث يعني جيل او زي ما نقول اسره كلها مليئه بالمعاقين واللي هو الشلل الرباعي، الام والاب يفضلوا بس يشيلوا ويحطوا في الولاد طول حياتهم، فطبعا حياه بتبقى كئيبه. الاطفال نفسهم لما بيكبروا مشكلتهم ان ممكن ذكائهم يبقى كويس لكن في اعاقه، يعني على كرسي بعجل لكن مخه شغال، فيقعد يقول لك انا امي وابويا جابوني ليه؟ يعني جابوني الحياه عذبوني، فاهم ازاي؟ هو ده كلام جميل جدا، وفاهمين ان احنا بنتفادى، الدوله بتتفادى او الاسره ان هي تجيب اطفال يعني بالظبط فيهم مشاكل، ولكن واحد بيحب واحده تمام وراحوا للقاضي، هل القاضي ده هيبقى رأيه استشاري؟ طب انا عايز اتجوزها وهي عايزه تتجوزني، هقول لحضرتك جه القاضي قال لا انتوا ما تنفعوش مع بعض، هقول لحضرتك ما هو ممكن يسافروا بره يتجوزوا يا فندم، ما هو انا برضو ما انا هقول لحضرتك هو بيحصل ايه بقى. احنا الهدف من الموضوع ده مش منع الزواج زي ما الناس فاهمه، الهدف منه ان في امراض ممكن نعمل احتياطات معينه، يعني مثلا هديك مثال، في امراض مثلا بتنتقل في الاولاد او بتيجي في الاولاد وما تجيش في البنات، فممكن مثلا على سبيل المثال ان لو حصل حمل في مثلا النوع اللي هو هيبقى مصاب زي الولد مثلا، يبقى اثناء الحمل احنا بنتابع الموضوع ده ونعرف ان في مشكله، فالناس دي تاخد احتياطاتها. يعني رأي استشاري غالبا هيكون استشاري، الا لو المرض ده هيكون يعني عبء جامد على الدوله. يعني هل معقول انا رايح اتجوز فهيقول لك لا مش هتتجوز؟ هقول لك يعني دلوقتي ايه، احنا افرض انا قلت لك انت خلاص مثلا الحاله دي هتنجبوا اطفال كذا، الناس دي لازم تبقى عايزه تعمل احتياطاتها، يعني انا يعني بقول لهم في البدايه ان انت هتجيب مرض وراثي خطير هيسبب مثلا اعاقه للاطفال، هيطلع اطفال عندهم مشاكل عقليه، الكلام ده كله، وبنعرفه ان انت لازم تعمل مثلا منع حمل وان احنا ما نخلفش علشان ده هيبقى عبء على الدوله وعبء على الاسره، ما هو خلي بالك ما هي الاول الاسره هي الركيزه طبعا، وبعد كده المجتمع وبعد كده الدوله، فانا لو انا كل واحد بوظ الاسره بتاعته طب ما كده في الاخر ما الدوله كلها هتبقى مليانه معاقين، ويعني احنا عايزين حاجه اسمها الزواج الصحي. اللي احنا بنعمله ده هو الزواج الصحي، ان انا اضمن اجيال صحيحه على قد ما نقدر، خلي بالك انت مهما عملت مش هتقدر تمنع الحاجات دي، لان في حاجات بتبقى الام سليمه والاب سليم والعيله سليمه وما فهمش اي حاجه وبرده يجيبوا طفل عنده مشكله، دي بقى بتاعت ربنا. لكن احنا الحاجه اللي اوريدي العيله منتشر فيها، هديك مثال، في حاجه اسمها الثلاسيميا، ثلاسيميا ده مرض في الدم، في حاجه اسمها انيميا الخلايا المنجليه، في حاجه اسمها انيميا البحر المتوسط، الحاجات دي كلها معظمها بتبقى وراثيه، الحاجات دي برضو الأسرة تاخد بالها وتبقى عاملة حسابها إن أنا والله هجيب طفل عنده ثلاسيميا تاني، ما هي شافت في قرايبها عاملين إزاي طول النهار نقل دم ومش عارفة، دي أعباء كلها على بنوك الدم. يبقى أنا كده بدل ما بنك الدم هيغطي على الحوادث وما أكثرها في العالم كله، لا ده احنا هنقعد نعالج في أطفال مدى الحياة محتاجة دم طول العمر. احنا بنتكلم يبقى أنا وفرت قد ايه دم بقى، ده مثال بسيط جدا يعني. طيب احنا بنتكلم على 254 الف حاله طلاق سنويا بالظبط، وبسبب الحاجات دي تتعدد الاسباب، مش هنقول انه ده السبب الوحيد لكن تتعدد الاسباب، في اسباب كثيره جدا جدا، لكن خلينا نقول لما الحياه بتبقى مستحيله بين الزوج والزوجه بيبقى فيه بيدفعوا الثمن هم الاطفال، هل صحيح حاجه زي دي هتقلل من نسب الطلاق؟ يعني انا عارفه اكيد اكيد انا اعرف واحده اتجوزت وبعدين اول ما خلفت طفل معاق، اول حاجه جوزها قال لها انا هطلقك ليه، مش عايز اقول لك ان الاثنين واحد مهندس والثانيه دكتوره، قال لها هطلقك ليه، معتقد ان ده هينتشر في الاولاد التانيين، في حين ان دي كانت نقص اكسجين، يعني حصل مشكله ما في الولاده فحصل نقص اكسجين، دي حاجه مش وراثيه، ولكن ايه اللي بيحصل هو عن يعني طبعا هو مش دكتور فمش فاهم، قال لها خلاص يبقى انت كده هتخلفي ابناء كلهم عندهم نفس الموضوع ده، لا احنا نتطلق. فشوفي الوعي يعني حتى ما بين مهندسين وما بين ناس معاها شهادات، قبل الجواز لازم يبقى فيه مشوره طبيه اللي هي بنسميها كونسلنج. يعني ايه كونسلنج؟ يعني العرسان الاثنين اللي هيتجوزوا بيتقعد معاهم وبنفهمهم يعني ايه جواز، احنا عايزين يعني ايه زواج عشان نعمل حاجه اسمها زواج صحي. المفروض ان حضرتك وحضرتك تخلفوا اطفال اصحاء، مش ممكن انتوا حلم حياتكم انكم تخلفوا اطفال معاقين، يعني مش معقوله يعني، فاحنا يعني يعني فاهمه ازاي، انا هقرف نفسي وهدخل في علاقه عشان اخلف اطفال تبقى عبء عليا، عبء مادي، عبء نفسي، خلي بالك الاب والام نفسيا بتحطموا. انت كل يوم شايفه طفل قدامك لا بيكبر ولا بيعرف يتنفس كويس وكل يوم رايحه وراحه مستشفى، فايه السعاده في كده يعني، ده بالعكس بقى ده انا وانا سنجل كنت جميله وعايشه حياتي ماشي يعني. بس يعني حد
في النهايه ده مشروع قانون لسه ما بالظبط، هو لسه يعني طبعا لسه تحت ما تحددش هل القاضي اللي هيتعرض عليه التحاليل الطبيه دي بالظبط هيكون رايه استشاري. مش قاضي بس، مش قاضي بس، بيبقى معاه استشاري دكتور من وزاره الصحه. لو حضرتك برضو سمعت الخطاب امبارح، هيبقى معاه استشاري من يعني ده اللي هيقدم له الاوراق. لا، هيبقى المشوره ما بينهم هما الاثنين، يعني الدكتور ده هيشوف الاوراق، مثلا يعني مثلا مرض زي الضمور العضلي الشوكي. انا عن نفسي شفت حالات ضمور عضلي شوكي، صحيح ما كانوش جنسيتهم مصريين يعني، ولكن الام بالظبط كده مات منها ثلاثه، بس ده هيقضي على زوج ولسه الأقارب. عايزه تخلف تاني يعني... تقول لك ما انا نفسي في حد سليم. طب ما حضرتك مش هتخلفي حد سليم، خلاص انت جبتي ثلاثه عندهم ضمور عضلي شوكي، منتظره يعني الرابع هو اللي هيبقى سليم؟ انا مع حضرتك، بس ده مش يعني هيقضي على قصه الزواج الاقارب. يعني انا النهارده لو بنحاول دلوقتي، احنا بنحاول فعلا نقلل ونحد من زواج الاقارب، لانه بيسبب فعلا المشاكل الوراثيه بصوره عاليه جدا. ليه؟ لان انا مثلا لو انا عندي المرض في عيلتي يعني، وزوجي ابن خالتي وعنده نفس المرض، يبقى انا كده الجينات دي معززه ومكثفه ومركزه، لدرجه ان احنا اول ما نخلف اول بيبي ممكن تطلع فيه كل العبر كلها. فطبعا كده يبقى انا معلش، ده انا باصل صفه وراثيه انا عايز اخلص منها. امال هو ايه فايده العلم يعني؟ معلش يعني احنا وصلنا لكل الحلم والجينات والتطور والكلام ده كله عشان ما نستخدموش؟ احنا لازم نستخدم، يعني لازم استخدم اللي انا وصلت له في الوقايه من الامراض اللي هتبقى عبء مادي على الاسره، سبب في طلاق مبكر زي ما حضرتك قلتي، عبء على المجتمع. خلي بالك انا دلوقتي، انا يعني في واحده كان عندها 4 أطفال ضمور عضلي، مرض اسمه دوشان، ده مرض عضلي معروف عندنا يعني. الطفل بيبقى من صغره من سن 5 سنين ولا حاجه يبتدي يحصل ضعف، وبعد كده هو بيقعد على كرسي بعجل ما فيش خلال كام سنه. عندها 4 بهذا الشكل، ايه المتعه في كده يعني؟ معلش حضرتك، ايه المتعه في ان انا اخلف 4 أطفال معاقين وعندهم ضمور عضلي، وافضل اشيل واحط فيهم؟ طبعا هيجي لي انزلاق غضروفي، والاب انزلاق ده اساسي يعني، دول اساسي كده، هم داخلين بقول لهم اخبار ظهركم ايه، لان عمالين يشيلوا ويحطوا فيهم طول النهار. ايه المتعه في كده؟ وبعدين الطفل نفسه هو متعذب يعني، هو مش عايش حياه كويسه. فاحنا بنعمل ايه؟ الاحتياطات بتتقال لهم من الاول، المرض دوت لو ليه علاج او ليه حاجه ادينا هنعملها، طب لو ملوش يبقى برضه هم يبقوا عارفين خطوره هذا القرار اللي هم بيتخذوه. ومعلش بقى، هم براحتهم بقى بعد كده يعني، زي ما حضرتك قلت، والله هو بقى مصر عايز يتجوزها بقى، بيحبها وما خلاص بالظبط. ده سؤالي يعني، فكره الكشف المبكر قبل الزواج ده موجود من زمان، لكن مش ما كانش الزامي بالظبط. هل النهارده انا حابب حضرتك تاخدينا كده في العمليه دي واحده واحده؟ هل انا دلوقتي هنعمل الكشف المبكر، بعد كده هروح للقاضي هيشوف في الورق ومع طبعا الاستشاري، لو لقوا الدنيا تمام اوكي بيوافق، لو ما لقوش بيقولوا لنا او انه بيقول لحضرتك ايه الاحتياطات اللازمه، لان معانا دكتور من وزاره الصحه. يبقى ايه الاحتياطات اللازمه لو احنا عندنا مرض وراثي او نسبه المشكله، مثلا المرض الفلاني نسبه انتقاله للاطفال كذا. لو هو حاجه بسيطه وحاجه مش هت يعني مش تعمل مشكله كبيره، مفيش مشكله، القاضي هيوافق على فكره يعني. احنا بنتكلم في الحاجات الجامده قوي الوراثيه يعني، الحاجات اللي فعلا فعلا بتعمل مشكله، تلاقي الاب اللي عارف يروح شغله. حضرتك تخيلي عندك بعد الشر يعني 4 أطفال عندهم شلل رباعي، مين هيروح شغله اصلا يعني؟ الراجل هيسيب البيت ازاي ويسيب الزوجه ب4 أطفال معاقين وينزل يروح الشغل؟ وبعدين لو راح الشغل هيجيب فلوس قد ايه؟ طب انت عايزه معلش يعني، هم بيفضلوا يلبسوا بامبرز لان هو ما بيخشش تويلت، يلبس بامبرز، قرح فراش، ما فيش حركه، شيل حط، يعني المستوى الاجتماعي دمرت الموضوع خالص. ما فيش اسره اصلا يعني. طب في حد هيجي يقول لحضرتك انتوا يعني المستهدف من هذا الامر مش كده بس، احنا يعني هل احنا الوحيدين اللي عملنا الموضوع ده ولا في دول غيرنا عملته؟ لا، في دول تانية. الحقيقه السعوديه طبعا عامله الموضوع ده، وده الحقيقه يعني احنا زي ما بقول لحضرتك احنا مش بنعمل حاجه اختراع، لا ده حاجه المفروض تتعمل فعلا، واحنا المفروض فعلا نبتدي نعملها يعني. السعوديه عامله نفس القصه. وطبعا خلي بال حضرتك ان في نقطه تانية، الكبد الوبائي، الايدز، الاتش اي في، خلاص الكبد الوبائي طبعا بي وسي والاتش اي في دي مهمه جدا كمان للبارتنر، للشريك الحياه، واحد عنده كبد وبائي سي، واحد عنده كبد وبائي بي، طب ما الحاجات دي لازم اقول هتعدي الشخص الثاني
يعني حضرتك ممكن ما يعني بتحبي واحد، هي دي بقى الحاجات المهمه، رحتي بقى لقيتي بتحبي واحد وطلع عنده ايدز، هتعملي ايه؟ هي دي حاجه مهمه جدا. هتقولي له هتجوزك؟ لا معلش بقى، ده حضرتك بقى بتنتحري، ده موضوع تاني يعني. هو اساسا هيموت خلال كذا، او مثلا علاجه مكلف بصوره رهيبه، الدواء بتاعه غالي جدا ونتائجه برده مش اللي هي يعني شفاء تام، يبقى اذا حضرتك بتنتحري يعني. فاحنا هنجيب الشخص ونقول له والله بالفحص قبل الزواج وجدنا ان العريس اللي متقدم لك ده عنده ايدز، هتعملي ايه بقى؟ تقولي لا والله بحبه؟ لا مفيش حد هيقول لك بحبه بقى ساعتها، ده احنا هندور هو جاله الايدز منين بالزبط. هو ايه الموضوع؟ يبقى اذا هيتكشف لي حاجات مفيده ليا يعني، دي معلومه هتفيدني ان اذا كان جاله الايدز من نقل دم، اذا كان جاله من اي حاجه واتيفر اللي جاله. يعني في برضو نوع من انواع الكشف الطبي المبكر انك بتقدري تعرفي من خلاله هل الشخص ده او سواء الراجل او الست يعني نسبه ان هم يخلفوا قد ايه. طبعا طبعا. ولا لا. وفي السيدات بنعمل سونار على البطن نشوف اذا كان في تكيس مبايض، الموضوع ده بيعوق الخلفه شويه، صحيح مش بيمنعها لكن بيقللها، فعلى الاقل بنقول لشريك الحياه تعرف تحل الموضوع ان حضرتك هي عندها شويه تكيسات وممكن بشويه علاجات ايه وتبويض وبتاع الدنيا تمشي. يعني مش ان احنا هنقول له ان انت مش هتتجوزها، الناس فاهمه غلط، الناس فاهمه ان احنا كل اتنين جايين هنطلع لهم القطط الفطس عشان ما نجوزهمش، لا بالعكس، ده احنا هنقول لهم ايه الاحتياطات اللي المفروض تعملوها في حالتكم انتوا تحديدا. يعني بالعربي كده كاننا بنشوف المستقبل يعني بالظبط كده، كانك رايحه لحد تقولي له والنبي انا ايه اللي هيحصل لي صحيا ونفسيا واكيد بطريقه علميه. اكيد الدوله مش هدفها ابدا ان هي تقلل نسب الزواج، احنا الزواج بالعكس ده عايزه تقلل نسب الطلاق بالظبط، نسب الطلاق اللي احنا بنتكلم في 254 الف حاله في السنه طبعا، ومعظمهم ما بين سن 18 سنه ل 20 سنه. انا بعتبر سن 18، احنا عندنا في الطب بنعتبر سن 18 أطفال. على فكره اطفال الابر ليميت بتاع الطفوله هو 18. فتخيلي حضرتك اول ما بنتك تكبر كده وتطول حبه تقولي لها طب يلا اتجوزي، اللي عندها خبره ولا بتفهم في الناس وممكن اي حد يضحك عليها يقول لها كلمتين حلوين تحبه وهو اصلا يعني يطلع نصاب مثلا، انت واخده بالك؟ فما يعني الحته دي بيبقى لسه الوعي والادراك والخبره الحياتيه تقريبا صفر يعني. فطبعا مش حلو قوي ان احنا نجوز ولادنا وهم صغيرين، نسيبهم ياخدوا خبره شويه في الحياه، يتعلموا، يشوفوا ناس، يحتكوا بناس، ياخدوا صدمات، مش لازم اول صدمه تبقى الطلاق يعني. صح. صدمة كبيرة يعني، صدمة كبيرة، وبعدين بتتحسب على البنت وبتتحسب على الراجل على فكرة يعني بتتحسب عليهم ان دي في زيجة اولانية. طب وليه؟ وبناء عليه لو حبينا نلخص الموضوع في نقاط محددة، اهم الامراض اللي ممكن نكتشفها مبكرا في حالة يعني اجراء هذا الكشف، 1 2 3 4. حلو قوي. زي ما قلنا الحاجات الخاصة بالشريكين نفسهم اللي هم الكبد الوبائي سي وبي والايدز، ودول خطيرين لان هم بينتقلوا للبارتنر اللي هو الشريك الحياه وللاطفال كمان يعني. هي الخطوره كمان بينزلوا في الاطفال. اذا عندك دول الثلاث حاجات المهمه، حاجات بقى الدم اللي هي الانيميا المنجليه، الانيميا البحر المتوسط، الثلاسيميا، ودي امراض برضو مزمنه في الدم وبيفضل المريض ياخد ساعات دم، ياخد علاجات طول ايه مدى الحياه. ايه تاني غير كده؟ امراضنا احنا اللي هي بتاعه الاعصاب زي الضمور العضلي الشوكي اللي كل الناس عارفه الحقنه بتاعته بقد ايه وغاليه وبترهق طبعا كاهل الدوله بيها. طب احنا لو منعنا اساسا الاطفال دي ان هي تيجي بكثره يبقى احنا بنحافظ على موارد الدوله برضو والموارد الصحيه، يعني ان انا حط المبلغ ده للصحه ممكن احطه في حاجه تانية تكون يعني تعالج مرضى اكتر، واخد بالك؟ لو احنا منعنا هذه الاعداد اللي عماله تيجي بكثره يعني. صحيح. غير كده في امراض كتيره جدا وراثيه زي ما قلنا الدوشان اللي هي امراض العضلات والحاجات دي كلها. صحيح. في امراض كتيره زي التصلب المتعدد. صحيح. الحاجات دي كلها طبعا التصلب المتعدد مش بنمنع الخلفه ولكن بيبقى ليه تاثير، ولكن بنقول مثلا لمريض تصلب بلاش تتجوز واحده تصلب. صحيح صحيح. على اي حال ده توجيه رئاسي للحكومه المصريه بان احنا نعمل بعض الإجراءات الخاصة أو الكشوفات الخاصة قبل الزواج من أجل تقليل نسب الطلاق. ربما سمعنا هنا الجانب الطبي، ربما في الأيام القادمة في صباح الخير يا مصر هنستعرض زوايا أخرى، زوايا متعلقة بالطلاق وتأثيره على المجتمع، زوايا متعلقة أيضا بالجوانب القانونية والتشريعية، لو في قاضي في هذه القصة الموضوع هيبقى عامل إزاي من قصة الدين والشريعة الإسلامية. كلمنا طبيا في التوجيه الرئاسي الخاص بهذا الأمر مع الدكتورة إيمان المراكبي الأستاذ بقسم طب المخ والأعصاب في
كلية الطب جامعة عين شمس. شكرا جزيلا لك يا دكتورة. العفو، صباح الخير يا مصر، وإن شاء الله بإذن الله نستفيد من القانون الجديد دوت. والحقيقة إحنا بنعرف هو مش قانون، هو مشروع قانون، يعني الفكرة هو لسه ما بقاش مشروع قانون، هو توجيه رئاسي للحكومة. صحيح، شكرا جزيلا يا فندم. خلينا نسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز الأهم بالأنباء وصحبة زميلتنا لميا حمدي. لميا، شكرا مصطفى. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية لتقليص الضغط على العملة الأجنبية. وفي مداخلة له خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبو رواش بالجيزة، قال الرئيس السيسي إن البنوك المصرية ستغطي الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن البضائع في المواني. كما دعا الرئيس السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مشيرا إلى أن مجمع الأسمدة الأزوتية والمقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة سيواكب زيادة المساحات الزراعية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لموقف توافر السلع بالأسواق. وأوضح مدبولي خلال اجتماع له أن هذا الاهتمام يأتي في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، بخاصة السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة، لا سيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في الحدود المطمئنة، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير المقبل. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس صعب ومؤلم، وأضاف زيلنسكي أن القوات الروسية تنشر كل الموارد المتاحة لهم، وهي موارد كبيرة لتحقيق تقدم عسكري. في الوقت نفسه أوضح زيلنسكي أن انقطاعات الكهرباء لا تزال مستمرة عن نحو 9 ملايين من الأوكرانيين. أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن كييف تهدف إلى عقد قمة سلام بنهاية فبراير المقبل. وكشف كوليبا عن أن الإدارة الأمريكية وضعت خطة خاصة لتجهيز بطاريات صواريخ باتريوت للتشغيل في بلاده خلال أقل من 6 أشهر. وأشار كوليبا إلى أن أوكرانيا ستقوم بكل ما في وسعها للفوز بالحرب في عام 2023. وضع الرئيس الصربي ألكسندر فوتيتش الجيش في حالة التأهب قصوى إثر التوترات في شمال كوسوفو. وقال وزير الدفاع الصربي في بيان له أن رئيس صربيا أمر الجيش بأن يكون على أعلى مستوى من التأهب القتالي والجاهزية لاستخدام القوة المسلحة. من جانبه أكد الجيش الصربي أن الوضع على الحدود مع كوسوفو متأزم ومعقد، مضيفا إلى أن وجود الجيش الصربي على طول الخط الإداري أو الحدود أمر ضروري. ويقيم الصرب المحليون حواجز على الطرق لمنع الشرطة من القيام بدوريات في المنطقة التي شابتها توترات في الأشهر الأخيرة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك جراء العاصفة الثلجية. يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة منذ أيام إلى أكثر من 50 شخصا على الأقل. هذا وقد بدأت الطواقم الطوارئ تتفقد خسائر العاصفة الثلجية والتي حرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج. ووصفت العاصفة الثلجية التي تشهدها المنطقة بأنها الأسوأ في 45 عاما، ما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وقطع التيار الكهربائي عن ملايين الأمريكيين. مشاهدينا، نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مصر دايما ولادة بالعقول اللي طورت وأنجزت في عدد كبير جدا من فروع العلم حول العالم. مصر اللي فيها أحمد زويل اللي عمل النانو تكنولوجي، اللي فيها مجدي يعقوب العالم المصري الكبير، أنجبت أيضا أسماء كبيرة جدا.
من ضمن الأسماء المهمة جدا في العلم في العالم هو الدكتور حاتم زغلول. دكتور حاتم زغلول هو عالم مصري، هو مخترع تقنية الواي فاي السريع اللي تم الاستعانة به من خلال كبرى شركات الاتصالات العالمية لتطوير التكنولوجيا المتبعة من الجيل الثاني من الموبايل. كان فيه قبل كده واي فاي بطيء، اللي طوره دكتور حاتم زغلول وبقى التقنية الأكثر استخداما في العالم كله. في صباح الخير يا مصر بيشرفنا ان يكون معنا هذا العالم المصري الجليل اللي قدر بالفعل ان هو يرفع سماء يرفع اسم مصر عاليا في سماء العلم، ويؤكد لنا ان مصر مازال فيها الامل من اجل خلق اجيال اخرى تحمل هذه الرايه من بعد. نرحب بحضرتك يا دكتور، منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، وشرف كبير جدا لينا والله وجودك معانا. شرف ليا. اهلا دكتور حاتم. اهلا بحضرتك. الواي فاي تقنية معروفة جدا ان هي التقنية الاسهل والاوفر والافضل بالنسبة لكل مستخدمي الهواتف الذكية. يعني لو بصينا كده على احصائيات هنلاقي فاتح الموبايل داتا كم واحد، واللي بيستخدم الواي فاي هنلاقيهم ناس كتير. حضرتك وفرت يعتبر ملايين الدولارات على عدد كبير جدا من الناس. ازاي طورت ده من خلال التقنية الاولى اللي هي كانت متبعة الى تقنية الجيل الثاني؟ هي قصة طويلة بحاول اختصرها. احنا اخترعنا اختراع قبل الواي فاي، الاختراع ده كان بيحسن الاتصالات، لكن للأسف مع التقنية اللي استعملت في الجيل الثاني التحسين ما كانش كويس، لان التقنية نفسها مش مناسبة. ففكرنا ازاي نعمل تكنولوجيا تستعمل التحسين بتاعنا بكفاءة عالية جدا، فوصلنا للتكنولوجيا اللي هي مبني عليها الواي فاي اللي اسمها الـ WOFDM، ويعني طورناها وعملنا تجارب وفعلا ظهر. يعني قبلنا كان مستحيل في بالتليفونات العادية نعمل فوق 1 ميجا أو 2 ميجا، لا أنا الحمد لله يعني أول تجاربنا كانت 20 ميجا وكنا نقدر نعمل 100، فدي كانت الفكرة. يعني معنى كده عشان أطور من حاجة محتاجة إنترنت قوي يساعد ده، سرعة قوية تساعد ده. فلو بنتكلم على واي فاي ومش واي فاي، مش حتى 3G 4G و5G بالضبط، احنا حلينا المشكلة لكل الاتصالات السريعة. يعني فالجزء السرعة في 3G خدنا عليه يعني امتيازات، وال4G وال5G يعني البداية كانت من كندا ولا البداية كانت من فين بالضبط؟ البداية من مصر طبعا. البداية من مصر طبعا، يعني خرج هندسة القاهرة وبعدين رحت كندا عملت ماجستير ودكتوراه في الفيزياء. انا قصدي ان بدايه الاختراع كانت من كندا، انا عارف حضرتك من خريجه القاهره. بدات ازاي؟ احكي لنا بقى القصه. يعني شركه الاتصالات في كندا اللي هي دلوقتي من اكبر او اكبر شركه اتصالات في كندا اسمها تيلس، طلبت مني اساعدهم يختاروا التكنولوجيا المناسبه لل2G. فاشتغلت معاهم، وكنت انا بعدت عن الاتصالات فتره، فاستعنت بصديق، فاستعنت بمشيل فتوش مصر، كان خريج برضو معايا من جامعة القاهرة بس هو استمر في الاتصالات. ف يعني وتوفيق ربنا ان شركة الاتصالات دي اشترت اكبر شركة بتنتج موبايل في العالم ايامها، كان اسمها نوفاتيل، كانت برضو في كالجاري. سنة كم؟ 89 اه تمام. فدرسنا بقى مع شركة الموبايل دي، كنت انا رئيس المشروع، وطلعنا بتكنولوجيا الجي اس ام، وقلنا ان الجي اس ام هو افضل تكنولوجيا تستخدم. يعني درسنا كل بقى يعني التكنولوجيات اللي موجوده، كان في 6 تكنولوجيات مقترحه لل2G. في الجو ده انا قلت لهم ان كل التكنولوجيات دي وحشه. فقالوا انت يا دكتور فيزياء جاي تقول لي جهابذه الاتصالات تكنولوجياتكم وحشه؟ ده انا بتاع الفيزياء اهم بالظبط. فقلت لهم السبب ان انا كنت بحب الانترنت. ال2G اقصى سرعه فيه كانت 250 الف معلومه في الثانيه، دي ما تسمحش بفيديو كويس، وايامها ما كانتش تسمح بفيديو حقيقي خالص. ويا معانينا والله، يا معاني الدايره عماله بيعمل لودنج بالظبط. فال2G ما كانش كويس للفيديو، فانا كنت بمعرفتي للانترنت ان البني ادم لما هيدوق الفيديو هيزعل لو مش مستمر. صح. فده كان سر ان انا قلت، فقالوا لي طب لقلنا بقى انت تكنولوجي احسن من بتوعنا يعني. فهو ده اللي خلانا انا وميشيل نركز على ان احنا نلاقي حاجه بتسمح بالسرعه. فده اللي وصلنا للـ OFDM يعني.
طيب دكتور، وصلنا من اللودنج دي اللي بيحصل على الفيديو ان احنا بنتفرج على يمكن مسلسلات وافلام كامله النهارده من غير ما بتقطع، لغايه ما وصلنا لحاجه اسمها ال 5G اللي العالم كله دلوقتي بيتسابق عليها. يعني ازاي بيتم تطوير التكنولوجي وبنوصل لغايه فين؟ هل بيجي سقف معين نقول لا خلاص احنا وصلنا ده للماكسيمم، ولا كل شويه بيطلع حاجه جديده الفي ار والميتا وانه خلاص بدل ما كنا بس بنتفرج على فيلم احنا هنعيش جوه الفيلم؟ بيتم تطوير التكنولوجي ازاي؟ لا طبعا سؤال صعب جدا. يعني نقدر نقول ان الى حد كبير فيها نوع من الوحي او الالهام، فالواحد يعني بيجي له ان هو يسمع كلمه من هنا وكلمه من هنا وبمعجزه بيحطهم مع بعض ويشوف حاجه في المستقبل ما حدش تاني شايفها. والعالم الصحبة بيبقى عارف التفاصيل اللي تقدر توصله من هنا. يعني حضرتك شفت ازاي؟ يعني انت قلت انا بدل ما فيديو على 2G مستحيل ان الناس تقدر تتفرج على فيديو فيه، انا هخلي الناس تقدر تتفرج على الفيديو ده ب 4 و 5G. ايه تاني شايفه قدام؟ ساعتها كنا شايفين الاي او تي، يعني كنا شايفين ان البني ادم يقدر مثلا دلوقتي مثلا افكر انا قفلت البوتاجاز قبل ما اخرج ولا لا، ابص كده بصه سريعه على التليفون اقدر اقفل البوتاجاز مثلا. يعني الانترنت الاشياء دي اغراض الانترنت، الانترنت الاشياء. فكرنا في دي، فكرنا في ان يعني هيبقى في مونيتورنج للصحه والحاجات دي كلها. طبعا الميتافيرس جايه وجايه بقوه للاسف، يعني ويعني ولادنا هيبقوا عايشين في عالم غير اللي احنا عايشين فيه، عالم افتراضي. غريبه انك تقول للاسف، يعني لان احنا مستهلكين اكتر من منتجين. صحيح. فلو انتجنا وانتجنا محتوى للميتافيرس ومحتوى كويس، لان للاسف الميتافيرس يعني هيخلي الواحد عايش في عالم افتراضي، ف يعني ممكن ما يرجعش العالم بتاعنا كتير يعني. طب انا عايز ارجع لميشيل وسنه 89 عشان ما يعني عايز اخد القصه منك كامله. قعدت تشتغل من 89 لغايه سنه كام؟ وازاي ساعدتك الفيزياء مع مجابهتك لعلماء الاتصالات؟ الفيزياء هي ام العلوم بالنسبه لكل العلوم الوافده اللي تحتها يعني، فازاي الفيزياء خليتك تتفوق على علماء الاتصالات في هذا الامر؟ هو السبب الرئيسي ان ميشيل كان هو عالم اتصالات، فجي قال لي انا لقيت تكنولوجيا تستعمل الاختراع بتاعنا اللي بيحسن الاتصالات ده، ويعني شرح لي الاو اف دي ام. فاما شرحه لي شفت، ودي بقى الرياضه اللي هي الرياضه والفيزياء، شفت ان في ثلاث مشاكل في الاختراع في اللي هو شرحه لي. فاول رد فعل من ميشيل ان يعني خلاص بايظه يعني، فقلت له لا نقعد نفكهم يعني. ففعلا في 20 دقيقه حلينا مشكلتين والثالثه اتحلت لوحدها بمعجزه كده. 20 دقيقه في 20 دقيقه. لو احنا كنا نعرف ان الكلام ده كله كان معروف والعالم كان عارف بس مش عارف يحل المشاكل، ما كناش حاولنا نحلها يعني. فنوع من السذاجه على نوع من ان دخلنا الرياضيات صعبه جدا في الاتصالات. يعني ده كان سر يعني كودينج عملته لوج، يعني عملته ايه يعني بشرح بسيط. يعني انا برضو عارف ان هو موضوع متخصص بس عشان نبسطه للناس يعني. يعني هو في حاجه في الرياضيات اسمها الفورير ترانسفورم، تحويل فورير. فخدنا التحويل ده للمعلومات قبل ما نبعتها، ولما بنستقبلها بنعمل التحويل العكسي. التحويل ده بيخلي الاتصالات اسهل جدا، يعني التعامل مع الموجات السريعه. يعني ايه الاو اف دي ام بمنتهى البساطه؟ بندي الشخص الواحد اكتر من موجه في نفس الوقت. في الواي فاي بندي له 64 موجه، في الفور جي بندي له 256 موجه. الفكره ان انت ليه ما تديلوش بقى موجه واحده كبيره بدل ما بتديله 64 جواها؟ لان احنا بنعرف نصلح ال 64 موجه، ما نعرفش نصلح الكبيره دي مره واحده. بتحتاج كمبيوتر قوي جدا، لكن 64 واحده صغيره اسهل. دي مشكله مشهوره في الرياضيات. ف ده اشتغلت على الملف،
ده دخل الرياضيات والفيزياء في الموضوع يعني. دكتور عشان توصل من حته لحته او من مكان لمكان عشان تابجريد من 2G ل 3 او 4 او 5G كان اكيد في ستاديز كتير او دراسات كتير عملتوها، حابه اعرف رحلتك عنها، انه الدراسات دي وانتم بتعملوها هل كنتوا واثقين من نجاحها ولا في منها فشل وبعد كده نجحتوا؟ تحكي لنا عشان الناس بتتفرج عليك وعايزين ياخدوا الهام من قصتك. يعني انا لازم اقول الاول يعني انا كنت بذاكر كتير جدا وانا قعدت في الجامعه 18 سنه فما بين هندسه وبعدين علوم وماجستير وبعدين دكتوراه، فانا عملت برضو بكالوريوس رياضيات. فالفكره ان مع العلم الكتير بتبدا تظهر حاجات بقى، يعني سر ان الواحد بيقدم حاجه جديده خالص انه بيبقى عارف العلم واقف فين او التكنولوجيا واقفه فين. فلما نعرف ان في احدث ما هيتعمل، احنا بنقول ال2G هيظهر كمان سنه ونص، وهو لسه ال2G ما ظهرش، فهمنا مشكلته وفهمنا ايه الخطوه اللي بعد كده. فاحنا لو كنا عملنا حاجات بسرعتنا احنا كان ال4G ظهر من 96 او 97. لكن انا لما بسمع ان حضرتك اشتغلت في الموضوع ده سنه 89 وعارف ان الموبايل دخل مصر 96 بحزن قوي برضه. يعني انا عارف ان احنا يمكن اكيد هم كل الدول الغربيه لما بتستعمل تقنياتها بتبقى هي الاولى ان هي تشتغل الاول، لكن احنا بنشتغل بعدهم. لكن لما طورت ده اخد وقت قد ايه علشان يظهر في السوق؟ يعني انا عارف ان الموضوع بتاخد وقت. حضرتك برضه نرجع على صديقك ميشيل، قعدته وحضرتك فيزيائي وهو بتاع اتصالات وعملته كده عشان برضه ناخد الموضوع تسلسل بالتواريخ يعني يا فندم عشان برضه المتابع ما يتوهش مننا. في ميشيل قعد معايا القعده بتاعه الشرح الاو اف دي ام دي في مايو 91 وعلى اوائل يونيو 92 كنا كتبنا الاختراع، قدمنا الاختراع في مارس 92، ابتدينا شركة في يناير 93، اكتوبر 93 كان عندنا نموذج من الاختراع، نموذج شغال ونوريه للناس بيثبت ان كل اللي بنقوله يشتغل صحيح. كان كبير فابتدينا نصغره، صغر على سنة 97 و97 كان بداية ان احنا نقدر نحط الجهاز كله على شبه موصل واحد. ف97 بقى ابتدى العالم يهتم بصورة كبيرة جدا يعني. فطلع اللي هو المواصفات القياسية اللي هو الواي فاي اتبنت عليه بقى سنة 98. اول شيبس شبه موصلات طلعت سنة 2000. على 2003 كان الارقام بقى يعني 21 مليون اتباعوا في الكورتر الاولاني الربع الاولاني من 2003 واستمرارا لغايه النهارده فوق 22 مليار افتكر جهاز واي فاي. وكل ده يعني حضرتك براءه الاختراع، انت اللي حضرتك شايف الارقام دي كلها يعني. هو الاختراع طبعا وقف سنه 2012 لانه عمره 20 سنه فيعني كنا خلاص شايفين بقى كده ملكيه عامه العداد كان شغال 2012. طيب هل في دراسات بعد ال 5G؟ هل في حاجات بيشوفوا 6G؟ ما اعرفش يعني. هو في سؤال ظريف، ايه اللي جاي؟ فاللي جاي منقسم الى شقين. شق منه السرعه. انا بهزر دايما اقول بعد ما احنا علمنا الناس ازاي يعملوا سرعه عاليه في الموبايل بيتسابقوا بقى، اللي بيتسابق بعكاز، اللي بيتسابق على حمار، اللي بيتسابق على حصان على السرعه. فده شق، وده ال 5G وال 6G اللي بيتكلموا عنه. ال 6G المفروض يبقى 1 تيرا بت بير سكند، ارقام ملهاش معنى للاشخاص. انا وجهه نظري ووجهه نظر ناس كتير معايا ان لا، احنا عايزين نرخص الاتصالات علشان توصل لنص العالم اللي ما عندوش اتصالات. نص الكره الارضيه فعلا لا يصل اي نوع من الاتصالات. فالفكر هنا ايه؟ في جهاز التليفون، انا معايا مثلا تليفون 5G، التليفون ده الواي فاي اللي جواه مكلفه دولار واحد. ال4G اللي جواه مكلفه من 7 ل 12 دولار. ال5G مكلفه حاجه و60 دولار.
احنا بنتكلم ان احنا مش مهتمين قوي بالسرعه لانه النهارده خلاص احنا وصلنا لسرعه مناسبه جدا، لكن بنتكلم على نسبه كبيره جدا من الكره الارضيه ما بيوصلهاش فعلا اتصالات، فدي حاجه هتساعدنا ان احنا نتواصل مع بعض، يمكن ده الهدف الرئيسي من الانترنت. بالظبط. فالفكره ان احنا مع لو استعملنا الرخيص ده اللي هو الدولار والراوتر بتاع الانترنت، احنا عارفين 300 جنيه و 600 جنيه رصيف دلوقتي فعلا. بالظبط. فلو احنا بنينا شبكه مبنيه على الواي فاي هتبقى ارخص بكتير جدا من شبكات الموبايل العادي. في ثلاث مشاكل في الواي فاي كانت تمنع ان نبني عليه نظام موبايل. فالحمد لله حليناهم وزقين في ده الاتجاه الثاني، يعني الاتجاه الثاني هو تعميم الاتصالات. في دول كتير يعني رحتها كسائح يقول لك احنا عندنا الواي فاي ببلاش وكل الاماكن، بس في حقيقه الامر لما تمسك الموبايل انت مش لاقي اي شبكه وبتضطر برضه تستخدم الموبايل داتا وتخش على الرومنج، وقصه طويله جدا اكيد حضرتك سافرت كتير وفاهم كويس قوي انا بقول ايه. ليه يا فندم؟ لا هو الواي فاي زي ما احنا اتفقنا ارخص بكتير من الموبايل داتا او الرومينج او حتى الداتا العاديه يعني. فشركات الاتصالات تفضل ان انت تستعمل الموبايل داتا، يعني امر طبيعي، هو امر بزنس يعني او امر تجاري. فده عمرها ما هتديك اللي انت عايزه، ده السبب الرئيسي. لكن احنا عايزين ندخل الدول مش عايز اقول الدول الناميه اللي لسه داخله الاتصالات حديثا، ندخلها بالواي فاي وده ارخص بكتير من الاول، فيبقى هو ده الاساس مش ثانوي يعني. دكتور حاتم انا شايفك حد سابق دايما للزمن وللي بيحصل على ارض الواقع، وعندك فيجناري زي ما بيقول، عندك رؤيه مستقبليه. هسألك العلم رايح فين والفيزيكس رايحه فين؟ هل النهارده الولاد اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي اللي لسه محتارين هم في ثانويه عامه محتارين يدرسوا ايه، يدخلوا كليه ايه، او عايزين يدخلوا هندسه بس مش عارفين يتخصصوا في ايه، ايه العلم رايح فين؟ يعني ايه سوق العمل اللي هيبقى محتاجه الفتره الجايه في العالم كله؟ هو بلا شك البرمجه. برمجه. يعني البرمجه لان الامكانيات ليها سهله جدا، يعني بلابتوب تقدر تبني لاي حد في الدنيا يعني. فالبرمجه مهمه جدا. العلوم طبعا للي بيحبها وللي بيفهمها طبعا هي اساس التكنولوجيا كلها. الرياضيات لغه لا يعني ما نقدرش نستغنى عنها ابدا، فدي كلها حاجات، واللي بيفهم رياضيات اكتر بيفهم كل حاجه تانية اسهل. يعني اقول للشباب كله ركز على الرياضيات، ركز على العلوم ويفهمها يعني. لكن احنا رايحين فين؟ لا العلم لسه يعني بندرس ازاي ننقل الكهرباء لاسلكي، ازاي نولد طاقه بطرق ارخص بكتير وانضف بكتير من اللي موجود. بندرس ما وصلناش. لا هو في طبعا احنا بنعرف نشحن الموبايل ونوصل الكهرباء لاسلكي. انا برضو كنت ازاي يعني بدل الاسلاك اللي احنا بنشوفها في الشوارع دي تبقى وايرلس. بالظبط. ازاي ده بقى ده موجود؟ العالم الكبير اللي هو نيكولا تسلا اوكي عملها، جربها من 100 سنه تقريبا، بس مش كل التجارب يعني يتم تطبيقها. لا ازاي؟ عايز اعرف. ويستنج هاوس قال له انت هتفلسني، قال له انا بصرف عليك علشان تعمل لي فلوس، فهتعمل لي حاجه تلغي الشبكات اللي انا ببنيها. ف معلش برضو انا ازاي تكرار للسؤال بس ازاي انقل الكهرباء لاسلكي تقنيا؟ يعني انا ماشي احط مثلا بطاريه واشحنها او احط بطاريه وابدلها، لكن انقل كهرباء لاسلكي انا معنى ذلك ان مش هيبقى فيه مكابس او ما يعني كوبس بعد كده اشوفه خالص؟ ده مستقبل يعني. هنقول احنا عارفين ان الموبايل بيتشحن، بعض الموبايلات بتتشحن لاسلكي. لاسلكي هي في الواقع لاسلكي فعلا يعني، بس بنستعمل موجات عاليه يعني مثلا 20 ميجا هرتز، فلازم يبقوا قريبين قوي من بعض، الطول الموجي قصير جدا. بس قالوا ان دي مضره برضو بالمناسبه، اطباء قالوا انها مضره جدا. لو احنا بعدنا الموجه، طولنا الطول الموجي قوي، خلاص تقدر تبعد. ازاي علميا؟ ان انت عندك دايرتين بيرنوا مع بعض، فيهم بينهم ريزونانس او رن،
بتحط حاجه هنا بتظهر هنا تقفلها هنا بتفضل هنا. وده عليه دراسات. ده وصلنا لايه فيها؟ حضرتك هناك بقى فاكيد عارف عننا. في دول بتنقل الكهرباء لاسلكي بس مره واحده. يعني مش للمكوه وللغساله و لا، في نقل كهرباء لاسلكي. غير الكهرباء ايه تاني؟ عايزين نفهم توارد الخواطر. يعني مؤكده ان الام مثلا بتحس بابنها. ازاي؟ ده الفيزياء دلوقتي بتقول ممكن ان الموجات نفسها اللي هي طولها موجة طويل قوي دي القلب بيحس بيها. و ده حصل لي انا بشكل شخصي اكتر من مره. ده حقيقي جدا. ده حقيقي، ده مثبت. يعني ده خلاص، فده خلاص ابتديت فهم. بنقدر ننقل موجه سعاده، نقدر ننقل موجه اكتئاب. العلم داخل في الحاجات دي. السيارات ذاتيه القياده مثلا، اوتونوموس كار، ده دي موجوده يعني. بس محتاجه طرق معينه وكده، لكن عشان الطريق لازم يبقى مجهز ان هي شايفاه. يعني شركه انوفيشن بتاعت حضرتك، مش اسمها انوفيشن؟ هل بتدخل في تطوير حاجه زي كده؟ احنا مركزين اكتر على الاتصالات والطاقه المتجدده ونقل الطاقه اللاسلكي. في بروجكت شغال عليه قصدي يعني دلوقتي؟ طبعا. زي ايه؟ احنا في يعني واخدين رخصه اتصالات في موريتانيا وفي تشاد وفي حاليا بنشتغل على الكونغو والكونغو الديمقراطيه. ده بيزنس وايز، انا بتكلم على اختراعات حضرتك. لا، كلها حاليا في نقطتين، في الاتصالات وفي الطاقة المتجددة. ففي الاتصالات احنا عملنا ثلاث تحديثات في الواي فاي، كنت بقول في ثلاث مشاكل حليناهم الحمد لله. فأول مشكلة ان الواي فاي مدى قصير، فحسنا على نظام الريبيتر. فبيبقى عندك وصلت الكم حضرتك اللي عامل ريبيتر؟ لا، احنا شركتي هي اول واحده عملتهم. لكن طورنا بقى دلوقتي يعني على النظام، بقينا نقدر نعمل واي فاي متشابك، فمن نقطه واحده فيها انترنت نوزع الانترنت في مسافه كبيره جدا. الواي فاي بيكلم بعضه، فالراوتر وهو قاعد بيكلم راوترات تانية يوزع الانترنت. وفي نفس الوقت جوه راوتر تاني بيكلم المستخدمين. فبالطريقه دي بنوزع الانترنت لاسلكي. فدي كانت اول حل. في مشكله مشهوره في الواي فاي ان انت اما بتكلم راوتر بتفضل تكلم نفس الراوتر لحد اما السيجنال تموت. لحد اما الرساله تموت. عملنا حاجه بحيث انه بقى زي الموبايل سيستم بيسمع للراوترات التانية وينقل نفسه على الراوتر الاقوى. دي كانت نقطة. جربتها يا فندم ولا لسه؟ خلاص، دي عندنا ابلكيشن شغال. يعني تم خدت براءة اختراع عليه؟ سجلنا الاختراع، لسه ما خدناهوش لكن سجلناه. اللي هو نظام بنقول عليه واي فاي سون، ده نظام جديد يعني. اسمه ايه؟ واي فاي سون. سون، قريبا. فواي فاي سون ده بيشغل الواي فاي اكنها موبايل سيستم. فده حل مشكله كبيره جدا في الواي فاي، بقت تنفع تبقى موبايل. فنقدر، فده بنستعمله في السيستمز بتاعتنا. دول الاثنين الكبار يعني. طب لو ايلون ماسك طلع الأقمار سبيس اكس بتاعه، مش هيقضي تماما على تقنيات الواي فاي في العالم؟ ابدا. ده هو اقصى ما هيبقى ال 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 بنقول عليه باك هول. انا باخد منه واوزع. ايلون ماسك عنده ثلاث مشاكل، او الرئيسية عنده، هياخد فلوس من واحد في أفريقيا، في أدغال أفريقيا إزاي؟ ما هو قال لك أنا عايز أعملها علشان البشرية والصحة. ممتاز. مش هو قال أنا يعني بقى بعمل ده للبشرية؟ بيدعي كده. تمام، بيدعي كده. أوكي، يعني هو بيقول هبيعها ب 10 دولار لأفريقيا. هو النهاردة بيبيعها في أوروبا ب 150 دولار في الشهر. فدي أول حاجة يعني. لكن نقول إن القمر الصناعي ما بيخشش جوه البيت، يعني واحنا قاعدين في الاستوديو هنا مش ممكن القمر الصناعي يوصل لنا. فعلا؟ رسالة ما تقدرش. الموبايل بيخش هنا بضعف، والموبايل على بعد 8 كيلو، القمر الصناعي على بعد 500 كيلو.
فالرسالة ضعيفة جدا. فلازم تبقى شايف القمر مباشرة. هو ميزته الوحيدة اللي عنده قمار كتير، فمن أي حتة في الأرض برة لازم تبقى في الخلا، فأي حتة في الخلا تقدر تشوف قمر. لكن هل أنت تقدر تشغله من جوه بيت؟ لا. ففي الدول اللي الدول اللي ما فيهاش انترنت دول حارة جدا يعني. طب هي الكاميرات اللي بتجيب ساعات الحاجات اللي جوه المباني دي بتبقى بالانفراراد ولا بتبقى بايه يعني برضو؟ طبعا نفهم يعني. الله عليك يا لا اقصى ما فيها. مش ده قمر صناعي برضو؟ لا لا. انا معاها على فكره. لا 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 اقصى، لا لا اقصى ما فيها انفراراد ولا وما فيش يعني انها تخش جوه البيت. لا طبعا بس القمر ده حقيقي اللي بتقوله بسنت ده، حتى يعني ما يعني ما الاقمار الصناعيه العسكريه على سبيل المثال تقدر توصل لاي حد جوه تشوف بيعمل ايه بس بالانفراريد. لكن طبعا لو في حاجه منع حاجه منع. يعني اذا يعني البيوت بتمنع دخول يعني ما فيش بالظبط. لا فإيلون ماسك للدول الفقيره او الدول الناميه مش هيقدر يوصل لده. اساسا مش هيعرف ياخد فلوس. ده في افريقيا عايزين يدوني فرخه. إيلون ماسك كمان يعني بعد ما خد تويتر كان بيخلي الناس عايزين يدفعوا $8 لو الحساب موثق، فاكيد هياخد فلوس على الواي فاي ديفينتلي يعني. طيب يعني النهارده احنا بنتكلم انه العالم كله محتاج انه يبقى بيتوصل لي الانترنت او الاتصالات بشكل مبسط. هل هنقدر نشوف ده في المستقبل القريب ان العالم كله يبقى واصل ببعضه؟ لانه ناس كتيره من الكره الارضيه لسه ما عندهاش اتصال سريع. لا ان شاء الله يعني نتمنى ان خلال الخمس سنين الجايين هيبقى العالم كله متغطي. يعني في خطوات جاده يعني زي ما اكتبوا لي، احنا في خمس دول افريقيه حاليا، وفي ماليزيا في المناطق الصعبه في ماليزيا وباكستان الحمد لله يعني. فاحنا بنتحرك. إيلون ماسك بلا شك هيساعد لو الاقمار بتاعته كملت، ويعني ان شاء الله هنشوفها قريب. طب حلم حضرتك الشخصي ايه؟ يعني هل في حاجه معينه مستعصيه عليك وما زلت انت برضو ايه عمال لا انا هجيبها؟ وهل دي متعلقه بمصر او ليها علاقه يعني هتساعد مصر او المصريين؟ يعني هو طبعا اي حاجه بعملها دلوقتي يعني خلاص خدنا الشهره وخدنا الفلوس وخدنا، فاي حاجه بعملها دلوقتي عايز اعملها من مصر يعني. فعايزين يتعرف ان احنا فعلا ما حضرتك قلت في الاول ان مصر ولاده وان احنا عندنا علماء كبار وان احنا نقدر نعمل اي حاجه. فالتكنولوجيا انا مصر انها هتطلع من مصر مش هتطلع من امريكا او من كندا. عظيم. وان احنا عليها ميد ان ايجيبت يبقى عظيم. فده اول شيء. تاني شيء فده بالنسبة للتكنولوجيا في الاتصالات وكده. احنا شغالين زي ما قلت على الوايرلس الكتريستي النقل الكهرباء اللاسلكي. عايزين نوصل لطرق سهلة، وعايزين نعمل في عندنا نظام للاستمطار ده شغالين عليه جدا يعني. مش استمطار بقى ان يبقى عندنا سحاب نعمل فيه حاجة يروح ممطر، لا احنا بنجذب السحاب من اصله. فبنحط بنضخ موجات مش موجات ايونات سلبه في الجو بتجذب السحاب من خط الاستواء او من اوروبا. دي احنا عندنا تشوف انا شفت الصين اشتغلت على المشروع ده وعملت فيه حاجات احنا يعني سابقينهم بكتير يعني. في خطوات اتعملت في ده. احنا عندنا جهاز في دبي وشغالين بيه بقى لنا سنين يعني. واشتغل خد براءه اختراع واشتغل في براءه اختراع عليه وشغالين يعني هو شغال. ولا لو انت شفت خريطه العالم هتلاقي خريطه السحاب، هتلاقي ان في دايما حوالين دبي في سحاب. يعني العقول المصرية لما بتاخد الفرصة الصحيحة بتغزو العالم، وزي ما حضرتك عملت. شرف كبير ان حضرتك تكون معانا النهاردة الدكتور حاتم زغلول مخترع الواي فاي السريع. كل الشكر ليك على وجودك معانا وانك اديتنا من وقتك. اكيد كل الشكر ليك يا دكتور. شكرا ليك يا دكتور، ويعني شرف كبير لينا والله. مستنيين اللي جاية بقى اكتر واكتر، وان شاء الله نرفع اسم مصر فوق باذن الله. شكرا. مشروعات قادمة في مجال الاستمطار او في مجال نقل الكهرباء عبر وايرلس، ومشروعات أخرى كمان في الطاقة المتجددة اتكلم عنها الدكتور حاتم زغلول العالم المصري الكبير القدير اللي اخترع تقنية الواي فاي في الجيل ما بعد الجيل الثاني اللي اشتغل بها في الجيل الثالث والرابع والخامس. نورنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر، ربما استمتعنا بهذا اللقاء. خلينا على أي حال نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا في صباح الخير مصر. Thank you.
كاس العالم يعني خلص من اسبوع تقريبا، لكن كل الناس لسه منتظره مره تانية ترجع تتفرج على الدوريات الكبرى، واللي على راسها طبعا الدوري الانجليزي الممتاز اللي استأنفت مبارياته امبارح. وحديث اليوم عن الدوري الانجليزي والمنافسه فيها تكون ازاي، معانا عبر تطبيق زوم عطيه عبد الخالق الناقد الرياضي. استاذ عطيه صباح الخير عليك. صباح الخير بسنت، وصباح الخير على مصطفى وعلى كل المشاهدين. اهلا وسهلا. شفنا امبارح المباريات رجعت مره تانية، ويمكن محمد صلاح خلانا نشوف كده هدف جميل، لكن خلينا نروح للارسنال الاول، واللي عايزين نعرف هل هيتربع الارسنال على الصداره رغم المنافسه الشرسه ولا لا؟ طبعا الناس بعد كاس العالم كلها كانت مستنيه تشوف نسق عالي من المنافسه، تشوف تنافسية كبيرة بين الأندية. كان الكرة طبعا كانت وحشانة، أسبوع عدى من غير ماتشات، ولكن الدوري الإنجليزي كان على الموعد وكان على الإثارة، بداية من ماتش توتنهام الساعة 2 لحد ماتش أرسنال في مساء اليوم. كل المباريات دي كان فيها قدر كبير من الإثارة والتنافسية والأداء العالي اللي كان وحش الناس والناس كانت مفتقداه، أو على اعتبار أن الدوري الإنجليزي هو أكتر دوري قوي وأكتر دوري فيه منافسة. أرسنال طبعا من التوليفة اللي عملها ميكيل أرتيتا المدير الفني الشاب قادر لحد دلوقتي أن هي تتربع على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، وده يعني أغلب الناس ما كانتش متصورة أن أرسنال ممكن يوصل للمرحلة دي. أغلب الناس شافت أن الطفرة اللي حصلت في أرسنال هتبقى طفرة مؤقتة مش تستمر كتير، ولكن بنشوف أرسنال كل ماتش عن التاني بيكتسب صفة جديدة، بيكتسب حاجة جديدة ما كانش موجودة قبل كده. بتشوف أرسنال النهاردة بيبقى متأخر في النتيجة أمام وستهام في الشوط الأول 1-0، وبيعود في النتيجة في الشوط الثاني بانتصار بثلاث أهداف. بتشوف كمان أرسنال بينتصر على مسألة غياب جابرييل خيسوس اللي هو الصفقة اللي جابوها السنة دي عشان يظبطوا الهجوم، راجل مصاب فترة طويلة، ومع ذلك أرسنال بيلعب بنكيتيا مهاجم شاب وتحته مارتينيلي وأوديجارد وأسماء كلها أسماء شابة وأسماء مش هي أفضل حاجة في أوروبا، ولكن مع التوليفة اللي عملها ميكيل أرتيتا قدرت إن هي تسيطر على صدارة الدوري الإنجليزي لغاية دلوقتي 40 نقطة، فرق 8 نقط عن مانشستر سيتي اللي هو المركز الثاني. لو السيتي كسب بكرة ليدز هيبقى الفرق 5 نقط، فبنتكلم إن حتى برضو لو السيتي كسب أرسنال في الجولة 20 فهيبقى الفرق برضو ما زال أرسنال هيبقى هو المتصدر في ترتيب الدوري الإنجليزي، ودي بتدي أريحية وبتدي دفعة كبيرة بالنسبة للعيبة أرسنال. الناحية الثانية طبعا لو بدأنا الماتش بتاع توتنهام الساعة 2، كان توتنهام برضو راجع عنده هاري كين، راجل كان الناس كتير قالت إن هو هيتأثر بشكل كبير بضربة الجزاء اللي ضيعها في كأس العالم أمام منتخب فرنسا في دور الثمانية في الدقيقة 85 وخروج إنجلترا، يمكن الناس كلها حملته مسؤولية الخروج، ولكن الراجل بيعود وبيقود هذا الفريق إلى التعادل ونقطة ثمينة جدا أمام برينتفورد برضو بعد تأخر بهدفين. عشان كده بقول لك إن الماتشات كلها كانت وحشة الناس، وكل الناس كانت عايزة تتفرج على الدوري الإنجليزي الحقيقي. صحيح. طب انتصار ليفربول بثلاثية على أستون فيلا وعودة صلاح للتسجيل وصناعة الأهداف، هل ده تعتبره مؤشر على استفاقة ليفربول وعودة هذا الفريق مرة أخرى وعودة صلاح برضو مرة أخرى بعد كأس العالم؟ طبعا قبل التوقف الناس كان ليفربول في المركز التاسع، وكل الناس محدش مصدق أنه ليفربول الفرقة اللي كل سنة بتنافس على الدوري، والسنة اللي فاتت كانت خسران الدوري فرق نقطة، موجودة في المركز التاسع، مركز لا يليق باسم ليفربول وبالأسماء اللي موجودة في تشكيلة ليفربول. امبارح بيقدموا اداء راقي جدا خاصه في الشوط الاولاني، لان الشوط الاولاني قدروا ان هم يخلصوا الماتش في اول 10 دقائق هدف واسيست. محمد صلاح طبعا بيصل للهدف رقم 172، بيتساوى مع اسطوره ليفربول دالجليش، مع ان صلاح لعب اقل منه ب 238 ماتش، يعني الراجل ده اسطوره جاب 172 جون في 515 ماتش. مصري صلاح لعب اقل منه 238 ماتش ومسجل نفس العدد من الاهداف، طبعا فخر مصر محمد صلاح، راجل قدر ان هو يقود ليفربول حتى في الشوط الثاني، يعني حتى لما لعب ليفربول تحول الى الجانب الدفاعي، وشفنا استون فيلا بيسيطر على فترات طويله من المباراه في الشوط الثاني، كان صلاح بيقوم بدور محوري في فكره ان هو ينقل الهجمه من المناطق الخلفيه الى ان هو يلعب ثرو باص طويل لداروين نونيز، وهنا بتظهر المشكله اللي بيعاني منها ليفربول حاليا وممكن تاثر فيه لو بيلعب فريق قوي، هي فكره اهدار الفرص، فكره ان انت يبقى عندك مهاجم يقتنص الفرص ويحول كل فرصه الى هدف محتمل، دي الحاجه اللي بتنقص ليفربول، ان داروين نونيز لسه ما لقاش نفسه في التوليفه، امبارح مضيع انفرادين او ثلاثه صنعهم لي محمد صلاح، فيعني برضو علامه استفهام كبيره جدا على اداء داروين نونيز بعد ما استخدموه
الصيف ده ب 100 مليون رقم كبير، والناس كانوا لها كانت حاطه توقعات عاليه عليه، ولكن مشكله كبيره جدا هيظل يعاني منها ليفربول. ولكن على اي حال انتصار الامس بيرفع رصيده وبيخلي عنده امل شويه في ان هو ياخد مركز مؤهل لدوري الابطال، لان هيبقى صعب السنه دي ليفربول ينافس على الدوري، ولكن الامل ان هو ياخد مركز مؤهل لدوري الابطال السنه الجايه، وبيلعب بقى على دوري الابطال ان شاء الله. وكل التوفيق لمحمد صلاح باذن الله. طيب كلمنا عن مباريات النهارده، بنتكلم عن تشيلسي ضد بورنموث، وكمان في مان يونايتد ونوتنغهام، بتشوف ازاي المباريات دي هتبقى النهارده وفي ظل سعي طبعا اليونايتد وتشيلسي انهم يرجعوا مره ثانيه للتنافس بعد التوقف الدولي؟ صحيح، تشيلسي حاليا في المركز الثامن او التاسع، برضه مركز بعيد وما يليقش بيه. الفتره اللي فاتت لما جابوا جراهام بوتر من برايتون، راجل ما كانش ماشي وما كانش بيقدم افضل اداء ممكن، كل الناس مستنيه الاستفاقه بتاعه تشيلسي بعد التوقف بحكم الاسماء اللي موجوده، رحيم ستيرلينج، ماونت، اوباميانج، اسماء كلها لعيبه كبيره ولعيبه دوليه، كلها مستنيين الاستفاقه بتاعه تشيلسي. ومن حسن حظهم ان هم هيقابلوا خصم سهل زي بورنموث في ملعبهم، فتبقى فرصه ان شاء الله ان هو تشيلسي ممكن يعود في سكه الانتصارات ويحجز لنفسه مكان جيد في مقدمه ترتيب الدوري الانجليزي. ماتش سهل زي ما قلنا، فاغلب الظن ان تشيلسي ممكن يحسم الانتصار النهارده. نفس الامر بالنسبه لمانشستر يونايتد اللي بيعاني معاناه كبيره جدا بسبب غياب اغلب خط دفاعه، سواء فاران سواء ليساندرو مارتينيز المتوج مع منتخب الارجنتين بكاس العالم، والراجل حتى الان لسه موقفه لم يتضح، اصابات كثيره جدا ضربت دفاع مانشستر يونايتد. ولكن برضو من حسن حظهم ان هم بيلعبوا نوتنغهام، فرقه مش شرسه هجوميا، فرقه تقدر ان انت تتحكم عليها وتقفل عليها مفاتيح اللعب. في مانشستر يونايتد منتظر ان هو يفوز اليوم على نوتنغهام، وده هيساعده على الوصول للمركز الرابع. وبرضو نشوف منافسه كبيره جدا بين توتنهام، بين مانشستر يونايتد، بين نيوكاسل على حجز المقاعد المؤهله لدوري الابطال. ونيوكاسل يعني من المفاجات اللي موجوده السنه دي بتشكيله اسماء مش هي اعظم حاجه في الدنيا، ولكن توليفه عملها ايدي هاو مدرب نيوكاسل قادر ان هو يفوز ويقدم اداء ممتع، حتى الان هو يعتبر الحصان الاسود بالنسبه للدوري الانجليزي. كل الناس مستغربه من الاداء اللي بيقدمه نيوكاسل تحت قياده الراجل ده، وان هم كل ماتش بيكسبوا ثلاثه وبيكسبوا اربعه، بيقدموا اداء ممتع ودفاع صلب، يعتبر اقوى دفاع في الدوري الانجليزي حتى الان. فكل الحصان الاسود هو نيوكاسل، هيبقى منافسه شرسه جدا مع مانشستر توتنهام على المراكز الثلاثه بقى، من الاول الثالث لحد الخامس. بعيدا عن اليونايتد خلينا نروح للسيتي. مانشستر سيتي هو ايضا عنده مباراه يوم غد امام الليدز، هل هيقدر يكمل منافسه مع ارسنال للنهايه ولا لا؟ وارسنال مصعبها على كل السنه دي، يعني ارسنال مقدم اداء قوي ثابت وانتصارات متتاليه بتخلي المنافسه صعبه شويه مع اي حد، ولكن السيتي معودنا على رتم عالي جدا، معودنا على المنافسه لحد اخر وقت، وزي ما شفنا السنه اللي فاتت بيكسب الدوري من ليفربول في اخر، مش في اخر ماتش ده، في اخر ربع ساعه من الماتش بعد ما كان متاخر امام استون فيلا بهدفين، قدر ان هو يحول التاخر ده لانتصار ثلاث اهداف وان هو يحسم الدوري لصالحه. فمانشستر سيتي بالاسماء اللي موجوده ببيب جوارديولا عنده تشكيلتين او ثلاثه زي ما بنقول كده، بقياده طبعا هالاند الراجل اللي ما لعبش كاس العالم ومنتظر العوده للدوري الانجليزي بكل قوه علشان يزود رصيده من الاهداف، يعني 18 هدف، بنتكلم على 18 هدف في 16 ماتش، رقم كبير جدا ورقم منتظر ان هو يزيد. ولسه طبعا في الكاس كسبوا ليفربول 3-2، فكل المؤشرات بتقول ان السيتي هيكمل في المنافسه، هيكمل في الاداء العالي والريتم العالي اللي بيقدمه لحد اخر وقت، ولكن اعتقد السنه دي تبقى المنافسه صعبه جدا مع ارسنال. هي دايما الكوره كده مفاجاتها، يعني بتبقى في اللحظات الاخيره، والدوري الانجليزي بصراحه مليء بكل هذه المفاجات اللي في لحظه بنلاقي الماتش اتغير. بنشكرك عطيه عبد الخالق الناقد الرياضي على تغطيتك على استهلال الدوري الانجليزي وبداياته، البدايات القويه اللي احنا دايما متعودين عليها. يعني الدوري الانجليزي من اكثر الدوريات فعلا ممتعه، واحنا متحمسين على مباريات النهارده ان احنا نتفرج عليها ونشوف كده. وبلغه الارقام كمان ده اغلى دوري كمان في العالم، لعيبته اغلى لعيبه في العالم، الاكثر مشاهده في العالم، الدوري الانجليزي بيعتبر فعلا التوب زي ما انت قلت. حقيقي. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوف حضرتكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد، بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر. صباح الفل.